هو انتوا بدأتوا ولا مفيش صوت ولا هو غالبا لسه مبدأناش. السلام عليكم يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. الفكرة بس إن إحنا مستنيين شوية الناس تتجمع وبعد كده عشان نقفل الروم خالص، علشان بس ما يحصلش زي المرة اللي فاتت وناس تدخل وناس تخرج وكده يعني. خلاص تمام. إحنا كده كده يعني الناس بس أول ما تهدى وما يبقاش فيه دخول للروم خلاص هنستارت على طول. تمام. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسأل بس عن حاجة بسيطة في الفيسبوك برضو. تمام كده كده هنستارت يعني لو عندك حاجة هتقولها وكله يعني تمام متقلقش يعني. أهم حاجة بس يعني تمام لما نبتدي كده سجل نوتس بحيث إن أنت لو في حاجة تبقى أنت ملحقتش تقراها في النص في الآخر وإحنا بنتناقش كده تكتبها يعني. تمام ماشي. تمام. انا كده كده خلاص يعني انا استارت دلوقتي.
ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الشهر ده يعني تقريبا كان الميت ابس بتاعته كلها عن فيسبوك. ده بسبب ان الشهر ده اصلا كنا واخدينه فيسبوك، يعني كده كده كل شهر في الجروب للناس اللي مش عارفة او الناس اللي لسه اول مرة معانا، بناخد كل شهر موضوع معين كده ونبوش فيه طول الشهر كله. يعني كونتنت اي سي او الشهر اللي فات، سواء الشهر ده كان فيسبوك، الشهر الجاي هنعمل فوت ونشوف مين المفروض، يعني محتاجين ايه، او انتوا المفروض محتاجين ايه الشهر الجاي، وبيزد على ده بنتكلم يعني. بس في الشهر ده تقريبا الميت توبس اللي فاتت خلال الشهر كانت فيسبوك. الشهر ده الجمعة دي تقريبا آخر حاجة بقى هنتكلم فيها عن فيسبوك، عشان هنحتاج نتكلم تاني تكنيكال بقى، أو نخش تكنيكال أكتر بقى. ممكن الشهر الجاي ناخد جوجل أو ناخد على حسب الناس محتاجة إيه، على حسب يعني أنتم محتاجين إيه، ونبتدي يعني نسبورت فيه الشهر الجاي إن شاء الله، خصوصا إنه هيكون شهر رمضان إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين. المفروض آخر حاجة أو النهاردة المفروض هنتكلم شوية عن الأودينس إنسايت، وهنتكلم شوية عن الجزء بتاع الكتالوج، عشان كان في ناس سألت على موضوع الكتالوج. والمفروض بعد كده بقى نبتدي نتناقش بقى، نشوف المفروض هنتكلم إزاي، أو محتاجين إيه، أو الحاجة اللي أنتم محتاجينها إيه بالظبط، ونقعد نتناقش بقى في المشاكل اللي بتواجهنا والكلام ده كله. يا ريت ما حدش يفتح الكاميرا، لان طبعا الميت اب لايف اصلا، ف يعني خلي بالكم موضوع الكاميرا. وبالنسبه بقى للمناقشه، انا المفروض هستارت نتكلم في الكام بوينت اللي احنا قلنا عليها، او الكام بوينت اللي احنا اتفقنا عليها، او اللي قلت ان احنا هنتكلم فيهم. وبعد كده بقى نبتدي بقى نسال بقى، ونشوف ايه الدنيا هتمشي ازاي، او محتاجين ايه، او الدنيا بالنسبه لكم هتبقى اللي عنده سؤال او اللي عنده حاجه يبتدي يتكلم فيها. المفروض هشير معاكم بقى السكرين ونبتدي نستارت. حد اللي عنده اي مشكله او عنده اي حاجه، او عنده سؤال، او محتاج يتناقش في حاجه، وانا بتكلم في الاجزاء اللي قلنا فيها دي، يبتدي يسجلها في نوت، وفي الاخر كده كده او بعد ما بخلص بناخد اخر ساعه، او لحد ما بنقعد بقى نتناقش في كل الحاجات اللي احنا اللي انتم محتاجينها، او اللي حد عنده سؤال، او حد عايز يتناقش في حاجه، او حد حابب يطرح فكره ايا كان بقى، نبتدي بقى ايه نتكلم. هشير معاكم دلوقتي السكرين ونستارت، وبعد كده طبعا اللي عايز حاجه يكتبها في نوت، بحيث ان احنا نرجع ايه نتناقش فيها يعني. طيب خلينا كده نشير السكرين كده. أعتقد كده السكرين بالنسبة لكم واضحة صح؟ كده تمام، بقت تمام شير. طيب خلينا نستارت كده، نتكلم في أول حاجة عن الجزء بتاع الريبورت. خلينا نتكلم عن الجزء بتاع الريبورت. المفروض كذا حد اتكلم أو سأل، المفروض إن أنا عايز أعمل ريبورت أو أطلع ريبورت للكلاينت، المفروض أبني الريبورت ده على إيه، أو إن أنا أشتغل في جزء الريبورت ده إزاي، والتفاصيل بتاعة الريبورت. موضوع الريبورت سهل جدا خالص، مفهوش أي مشكلة، مفهوش أي حاجة. بس المشكلة اللي بتقابلكم، أو المشكلة اللي بتقابل ناس كتير وهي شغالة، إن هي أصلا مش بتبقى عاملة أوبجيكتيف معينة عشان تطلع عليها الريبورت. يعني مثلا أنا دلوقتي عملت كامبين معينة وعملت إيدز معينة، فأنا عايز أعمل بقى عليها ريبورت. طب أنا هعمل عليها ريبورت إزاي؟ دي بقى الفكرة بقى اللي انت المفروض بتقع فيها، ان انت ما انتش حاطط اوبجكتيف معينة. هل انت عايز تعمل ريبورت عشان تطلع الاودينس بتوع الكامبين دول، تطلع مثلا الايج، وتطلع الجندر، وتطلع الكونتري اللي انت كنت شغال عليهم، ولا انت محتاج تطلع ريبورت عشان تحسب الاماونت سبينت بتاعتك، او تحسب الميزانيه بتاعتك صرفت كام والتفاصيل دي، ولا انت محتاج ريبورت علشان
تبين تفاصيل تانية، تبين مثلا كوست بير ليد، او تبين مثلا سعر الرسالة، او تريبورت للكلاينت نفسه تقول له الريزلت اللي انت طلعتها ايه والتفاصيل دي كلها. تمام. فاهم حاجة خلينا نتكلم فيها، او اهم حاجة او اهم بوينت اصلا قبل ما تشتغل على الريبورت نفسه، بتحدد الاول انت الريبورت ده ليه، يعني هدف الريبورت ده اصلا ايه، انت محتاج تطلع الريبورت ده ليه. تمام. بعد ما بتحدد البوينت اللي انت عايزها والاوبجكتيف اللي انت مطلع على اساسها الريبورت، بتبتدي تفهم انت محتاج ايه من الريبورت ده، فالموضوع بالنسبه لك بيبقى سهل. تمام. فما ينفعش ان انت تقول والله انا محتاج اعمل ريبورت وخلاص على كده، وبتبتدي بقى تشوف انا هعمل ازاي الريبورت ده، او انا هطلع ريبورت ازاي. لا، انت قبل الاهم اصلا من ان انت تطلع الريبورت، او الاصعب من ان انت تطلع الريبورت، ان انت تحدد ايه الاوبجكتيف بتاع الريبورت. والله انا الريبورت ده هقدمه مثلا لاكونت مانجر، هقدمه مثلا لكلاينت محتاج يعرف الريزلت بتاعته، هقدمه مثلا للماركتنج مانجر عشان يشوف الشغل، او يشوف التفاصيل بتاعت الكامبين. لا، انا محتاج اطلع الريبورت ده عشان اشوف الكلاينت تفاصيله ايه، والجندر، والتفاصيل بتاعت الكلاينت نفسه، او التفاصيل بتاعت العملاء نفسهم. تمام. فانت لازم تحدد بالظبط الاوبجكتيف. طيب تعال كده، مثلا لو انت محتاج تطلع ريبورت، المفروض هتطلعه ازاي؟ طبعا خلاص احنا الميتوبس اللي فاتت فهمنا الداشبورد، وفهمنا بنوصل ازاي للحاجه اللي احنا عايزينها والتفاصيل دي كلها. واللي ما حضرش المره اللي فاتت ممكن يرجع ليه اليوتيوب تشانل ويشوف احنا اتكلمنا ازاي المره اللي فاتت. طب انت هتعمل ده ازاي؟ اول حاجه عندك هتيجي هنا في النقط دي وتطلع الجزء بتاع الادز ريبورتنج. تمام. الجزء بتاع الادز ريبورتنج ده هتطلع منه كل التفاصيل اللي انت محتاجها، او البورد دي اصلا فيها كل التفاصيل اللي انت محتاجها. يعني انت لما تيجي تطلع او تدور على حاجه في البيزنس اكاونت بتاعك او في الاد مانجر، هتوصل من البورد دي. فانت خلي بالك ان البورد دي فيها كل التفاصيل اللي انت محتاجها. طيب خلينا كده نشوف الجزء بتاع الريبورت. هتيجي عند الجزء بتاع ادز ريبورتنج وتبتدي تفتحها، هتظهر لك زي ما هي ظاهره كده، ايه بالشكل اللي قدامك ده. طيب خلينا كده بقى نحدد انا محتاج اطلع الريبورت ده لايه، او انا محتاج الريبورت ده علشان ايه بالظبط. ولنفترض مثلا انت محتاج الريبورت ده عشان تطلع بيه تفاصيل الكامبينز بتاعتك اللي انت عملتها الاخيره، او تعرف تفاصيل الكامبين بتاعتك ايه. طيب خلينا هنا عندنا كده جزئين، الماتريكس دي الحاجات اصلا اللي انت اوريدي انت ضايفها، والحاجات اللي انت محتاج توصل لها علشان تطلع الريبورت بتاعك. طب تعالى كده مثلا نشوف انت محتاج تحددها ازاي. بتيجي لو انت ما عندكش البورد اللي كانت موجوده دي، تمام، بتدوس على كوستمايز زي ما احنا شايفين هنا، هيطلع لك ايه الكوستمايز دي كده، التيبل بتاعت الكوستمايز هتلاقي فيها كل التفاصيل اللي انت ممكن تحتاجها، واللي انت ممكن اصلا ما يكونش عندك فكره عنها قبل كده عشان تطلع الريبورت بتاعك. بالمناسبه برضه ممكن تكون انت بتطلع، او من الاوبجكتيف اللي ساعات بتطلع عليها الريبورت، ان انت بتبقى عايز الفيديو اللي انت عملت عليه ادز تفهم الديتيلز بتاعته وتعرف التفاصيل بتاعت الريبورت فيها ايه. فانت المفروض تطلع زي ما قلنا كده، بتفتح الاد ريبورتس وبتفتح بتشتغل على الجزء بتاع الكوستمايز هنا، وبتحدد بالظبط انت محتاج ايه. نشوف مثلا التفاصيل ايه. انت دلوقتي عندك كل التفاصيل اللي انت هتضيفها هتلاقيها ظهرت قدامك هنا في الداشبورد دي. فخلينا نحدد مثلا، والله انا محتاج، بص كده، انا مثلا الاماونت سبينت، انا محتاج اعرف الاماونت سبينت، محتاج اعرف الامبريشن كان ايه، محتاج اعرف الريتش كان ايه، لو انا بطلع بقى كامبين علشان اشوف الريزلت بتاعتها، محتاج الفريكوانسي كان ايه بالظبط. تمام. طيب خلينا مثلا نشوف، ده الكوست بير لينك. لو انا مثلا حاطط لينك معين في الادز بتاعتي، لا انا مش هدخل، مش محتاجه، لان انا مش كنتش حاطط لينكس او حاجه. طيب هنا خلاص الريتش زي ما قلنا، والامبريشن، الاماونت سبينت، والكلام ده كله. طيب محتاج اعرف مثلا البيج انجيجمنت، مثلا لو انا عامل الكامبين بتاعتي انجيجمنت، طيب لو انا عاملها بيج لايك
خلاص اه محتاج طبعا اطلع في الريبورت بتاعي كام بيج لايك في الكامبين دي حصلت، او التفاصيل بتاعت البيج لايك ايه اللي حصل فيها. لو انا مثلا عامل البيج انجيجمنت او انجيجمنت لبوست معين فانا بحطها، محتاج اعرف البوست كومنتس بحطها مش محتاجها، اوكي خلاص مش بحطها. بتبتدي تحدد كل الحاجات اللي انت محتاجها. طب انا دلوقتي شغال برضو كامبين بيج لايك، فبحدد الكوست بير بيج لايك، ببتدي اشوف انا محتاج ايه بالظبط او التفاصيل اللي انا محتاجها هنا. طب لو انا مشغل مثلا الكامبين بتاعتي فيها اد فيديو، فبحدد من الحاجات المهمه جدا ان انا اشوف مين او النسبه بتاعت الناس اللي شافت الفيديو بنسبه 100% وبنسبة 95%، تمام، وكمان 75% علشان أشوف الناس اللي وصلت أنا حققت فعلا وصلت للتارجت أودينس ولا لأ. وبعد كده بحدد بقى كل التفاصيل اللي أنا محتاجها، سواء في حاجات أنت محتاج تحددها أو حاجات مش محتاج تحددها. أنت بتبتدي تعدي على كل التولز دي أو كل الميتريكس دي كلها كده، علشان لو أنت في حاجة أصلاً مش في دماغك او مش فاكرها او مش عارف انت تحطها في الريبورت ولا لا، يبقى انت على الاقل فهمت، او ممكن في حاجه تلفت نظرك انت ما كنتش حاططها قبل كده، ايه تبتدي تحطها، تمام. فانت خلي بالك وانت شغال لازم تخلي بالك كويس جدا من الجزء ده. طيب خلاص، انت دلوقتي انا حددت كل التفاصيل بتاعت الريبورت بتاعي او التفاصيل بتاعت الريبورت بتاعي، فانا ببتدي اشتغل على الجزء بتاع ثانية كده. طيب ببتدي احدد ان انا اشتغل على الجزء بتاع الريبورت. والله انا محتاج احدد الكول تو اكشن كانت ايه بالظبط عشان تظهر في الريبورت بتاعي، خلاص بحددها. وببتدي احدد كل التفاصيل اللي انا محتاجها. اي ريبورت ليه اوبجكتيف ايا كانت الاوبجكتيف مش هيخرج التفاصيل بتاعتها من التيبل دي كلها، تمام. طيب خلاص انا حددت كل الكولمز بتاعتي هنا، وحددت عرفت خلاص الحاجات اللي انا محتاجها اوصل لها هنا ايه بالظبط، خلاص الريت والامبريشن والفريكونسي و الاماونت سبينت والبيج لايك او البيج انجيجمنت والكوست بير لايك والتفاصيل بتاعتي. طبعا لو انا شغال فيديو الفيديو 95% كام و100% والتفاصيل دي والكول تو اكشن. طبعا على حسب، مفيش حاجه اسمها ستاندر للريبورت، يعني ما ينفعش ان انت يكون عندك ريبورت، تمام، او انت عايز تطلع ريبورت وليه ليه تفاصيل معينه، او تروح تاخد مثلا ريبورت من حد معين وتشتغل عليه كادز، تمام. انت بتحددها. ممكن تعمل الريبورت بتاعك بتاع الـ اخر الشهر او الريبورت مونثلي ممكن يكون ثابت، لكن في التفاصيل بتاعت الادز نفسها لا، انت بتحدد اوبجكتيف والاوبجكتيف دي بتشتغل عليها، مش بتحدد كده من مزاجك، او انت مش بتاخد مثلا ريبورت من حد وتبتدي تشتغل عليه. اقدر ان هو شغال اصلا اعلان غير الاعلان بتاعك، او شغال في تفاصيل اعلان غير تفاصيل اعلانك، فانت يبقى انت كده هتحط اصلا تفاصيل ملهاش يعني ملهاش علاقه بيك، هو شغال فيديو وانت شغال بوست انجيجمنت مثلا، فانت كده ملوش هو علاقه بيك، يعني انت شغال في حته وهو شغال في حته تانيه خالص، تمام. فانت افضل لك تدخل هنا وتشتغل على الجزء ده. طيب انت عندك دلوقتي خلاص انت خلصت الريبورت بتاعك، بتيجي هنا على الجزء بتاع الاكسبورت، تمام، وتدوس كاكسبورت، بيبتدي يطلع لك البورد دي كده ويقول لك والله انت دلوقتي محتاج الاكسبورت بتاع الريبورت ده ايه بالظبط، وتبتدي تحدد الريبورت ده. والله لا انا محتاجه اكسبورت ل اكسل فورمات، وبتبتدي تاكسبورت الريبورت عادي، بينزل عندك كفايل في الكمبيوتر بتاعك او اللابتوب، وخلاص على كده كده انت عملت الريبورت بتاعك وطلعته في شيت اكسل وخلاص، تمام. ده بشكل بسيط جدا وبشكل عملي الجزء بتاع الريبورت، مش محتاج اي حاجه تانية. طبعا انت ممكن تحدد ريبورت مش للادز بس، انت ممكن تحدد ريبورت لفتره معينه كمجموعه ادز مع بعضها، تمام. يعني انت ممكن تيجي هنا وتحدد انت محتاج الريبورت ده لاخر شهر ولا لاخر سنه ولا لاخر اللاست
30 يوم، ولا محتاج الريبورتد 2 داي، ولا ايه بالظبط، وبتحدد انت محتاجه في تاريخ ايه بالظبط، طبعا غير الجزء بتاع الكستمايز. وممكن كمان لو انت بتعمل فلتر لل الكامبينز اللي انت محتاجها، او التفاصيل بتاعت الكامبينز، او الاوبجكتيف معينه، او كرياتيفيتي، او محتاج انت الكرياتيف بتاعك، او على اودينس معينين. لو انت عندك مجموعه اودينس وعايز تشوف الريزلت بتاع الشغل بتاعت الاودينس دي ايه بالظبط، فاشتغل بفكر الاستراتيجي. انت عندك استراتيجي معينه، عندك طريقه شغل معينه، فانت بتشتغل على الجزء ده. فانت لازم تكون فاهم كويس جدا جدا الاوبجكتيف بتاعت الادز اللي انت شغال عليها، علشان تعرف تشتغل، علشان تعرف تطلع ريبورت صح، تبقى عارف الريبورت الاوبجكتيف بتاعته ايه من امتى لامتى، وتبتدي تشتغل على هذا الاساس. ما ينفعش ان انت تروح تطلع ريبورت انت مش عارف انت بتطلع ريبورت ليه. هو انا عملت الاعلان وبطلع عليه ريبورت، طب ماشي اوكي طلع عليه ريبورت يا عم، بس انت هتطلع عليه ريبورت لايه؟ تمام، هل انت محتاج تعرف تفصيله معينه، ولا الكلاينت اللي انت شغال له، او المانجر بتاعك، او ايا كان، محتاج تفصيله معينه، فلازم تحدد ده. طبعا وانت شغال بتحدد هل الريبورت بتاعك يظهر بأني شكل بالظبط، بار ولا تريند ولا ايه بالظبط، وبتشتغل على هذا الاساس. وانت شغال بقى هتكتشف حاجات وانت شغال، هل في حاجات انت هتلاقي نفسك مش عارفها، وهتبتدي تستكشفها، ودي حاجه بتبقى جميله جدا لما انت تكون شغال على حاجه معينه، وتبتدي تستكشف في التفاصيل وانت شغال. ده كده الجزء بتاع الريبورت اللي الناس كانت بتتكلم، او الناس اللي سالت احنا محتاجين نطلع الريبورت، فازاي نطلع الريبورت من الادز بتاعتي او التفاصيل بتاعتي. حاولوا يا جماعه تعلموا نفسكم، يعني ما تستناش ان انت لازم تقعد كده تقلب وتستكشف وكده. فانت الستورت بتاعك في اي حاجه محتاجها في الاد مانجر او فيسبوك، او التفاصيل بتاعت اي حاجه عموما في الماركتنج، خصوصا المجال بتاعنا يعني كماركتنج، استكشف يعني. فلو بنتكلم على الاد مانجر، فانت ممكن هتشتغل من خلال الجزء ده بتاع الشورت كاتس. هنا هتلاقي فيه التفاصيل والمانج بزنس، هتلاقي فيه كل الديتيلز اللي انت محتاجها. طيب تعالوا كده، ده الجزء بتاع الريبورت. تعالوا كده نبص على حاجه تانية برضو اتسالت، او حاجه اتسالنا عليها، الجزء بتاع الاودينس. الجزء بتاع الاودينس، انت دلوقتي معاك اندستري جديده، معاك بروجكت جديد محتاج ان انت تستورت فيه، محتاج ان انت تعرف التفاصيل بتاعت الاندستري دي، وتفهم هم موجودين فين على فيسبوك، او متواجدين فين بالظبط. فانت هتيجي عند الحته دي، الحته دي اسمها اودينس انسايت. وطبعا احنا قلنا من شويه انت محتاج توصل لاي حاجه، بتوصل لها من خلال البيزنس مانجر، او من خلال الجزء بتاع المانجر هنا كده. فانت هتيجي عند الجزء بتاع الاودينس، او الاودينس انسايت زي ما هي هنا كده، وهتيجي عند هتفتح لك بنفس الشكل ده كده بالظبط. يقول لك والله انت محتاج تعمل الاناليسز، او تتشوز الاناليسز اللي انت محتاج تستورت بيهم وتعمل لهم اناليسز من خلال فيسبوك بشكل كامل، ولا انت محتاج تشتغل على ناس من على بيج معينه معاك، او بيج انت مانجر فيها او بتديرها او ما الى ذلك. تمام، فانت بتتشوز طبعا لو انت لسه اندستري جديده وبتستكشفها. ده طبعا لما كلاينت يجي يقول لك والله انا محتاج افهم انا هستهدف ايه، ولا محتاج اوصل لقد ايه، والتفاصيل دي كلها من ضمن الحاجات اللي بنستخدمها اودينس انسايت، علشان بنشوف بنبتدي نستكشف الاندستري دي فيها ناس قد ايه على فيسبوك. لما تيجي تقدم كمان الجزء بتاع الاستراتيجي، الاستراتيجي اللي هتشتغل بيها، الاستراتيجي اللي هتشتغل بيها لازم بتكون محددها، محدد انت الاستراتيجي دي بيزد على ارقام. حاول وانت شغال، خصوصا في بتوع الميديا بايرنج، وانت شغال لازم يكون كلامك كله ارقام. تمام، لازم يكون كلامك كله ارقام علشان تبتدي تشتغل. طيب محمد، انا شايف انت عملت يوزر هاند، بس اوكي هنخلص البورت ده ونستارت نتناقش عادي. تمام، وكلنا هنفتح المناقشه كمان شويه ونشوف الدنيا فيها ايه.
طيب خلاص، فانت هتتشوز اي حد على فيسبوك وتبتدي بقى تستكشف كده الكلاينتس بتوعك واحده واحده، تبتدي تشوف الكلاينت اللي انت شغال معاهم دول واحده واحده. والله مبدئيا انا بشتغل كنت ايه بالظبط، اللوكيشن اللي انا بشتغل عليه دولة ايه بالظبط، ولنفترض مثلا ان انا هشتغل على ايجيبت مثلا. طيب خلي بالك، انت هتشتغل على ايجيبت ولا هتشتغل على مصر؟ لو انت هتشتغل على كايرو، سوري، لو انت هتشتغل على ايجيبت ولا هتشتغل على كايرو، فانت هتستورت او هتشوز كايرو بس. طيب لو ما ينفعش، عشان في ناس بتتلخبط بيروح مختار كايرو انفايرمنت ويشتغل على كده، لا انت خلي بالك ان انت مش بتختار سيتي، تمام، انت بتختار ايه الدولة اللي انت مستهدفها، تمام. فهنا بص جاب لك ايجيبت ككونتري، تمام، مش كسيتي معينة، او فانت بتختار ايجيبت او الكونتري اللي انت هتختارها ككونتري، تمام. وبعد كده خلاص هيبتدي يقول لك والله انت الناس اللي في مصر، تمام، ككونتري، تمام. تعالوا كده بس اتاكد ان هي ايجيبت، تمام. والله انا محتاج الناس اللي معايا في الدولة دي، بيقول لك والله الناس اللي في الدولة دي هم عددهم كام، وبيقول لك التفاصيل بتاعهم، التفاصيل بتاعتهم ايه بالظبط، وتبتدي تشتغل على هذا الاساس. هنا هو مش عايز يقرا مصر، طب نغير مصر، طيب ايه، فبتبتدي تحدد وتشتغل على الاجزاء دي، تمام. طيب خلاص، هو هنا كده قال لك خلاص ايجيبت، مش عايز يقرا مصر، طب خلينا مثلا اي دولة ايا كانت، ماشي. طيب بعد كده بتختار في الجزء هنا، بتختار الجنتر طبعا على حسب الناس، على حسب على حسب الاودينس بتوعك. والله انا الاودينس بتوعي المفروض مثلا من سن 25 مثلا لحد سن 50، تمام، او لحد سن 50. والله انا محتاج ان انا الاودينس بتوعي من سن 25 ل 50. بس هنا خلينا نركز على حته مهمه جدا، انت بتختار الاودينس بتوعك كسيجمنتيشن، كسيجمنتيشن مش كتارجت، تمام. فرق، انت بتختار سيجمنتيشن ليه؟ لان انا محتاج اعرف الاندستري كامله فيها قد ايه. يعني لو انا مثلا بشتغل مثلا لملابس، تمام، فانا محتاج، انا ببيع ملابس مثلا سيدات وملابس رجاله مثلا. طيب فانا خلاص مثلا، او بلاش سيدات ورجاله، خلينا ان انا ببيع ملابس رجالي اطفال وشباب. طيب خلاص، لو انا ببيع اطفال وشباب، يبقى انا خليك كده مركز وخليك فاهم ان انت محتاج تفكر كويس جدا وانت بتختار. لا انا بختار سيجمنتيشن. يعني ايه سيجمنتيشن؟ يعني مختار ان انا الناس من الاول الاطفال لحد الناس الكبيره. طب لو انا بختار تارجت، لا يبقى انا هختار الناس الكبيره بس، هختار من 25 لحد مثلا وانا طالع، او ان انا بختار اقل بقى من 25 18 وما الى ذلك. فخلي بالك انت بتشتغل وانت بتعمل اناليسز هنا، بتختار سيجمنتيشن ولا تارجت، يعني بتختار سيجمنتيشن ولا تارجت. طيب خلينا بعد كده نشوف، هو خلي بالكم هنا حدد لنا الكونتري مصر وساوث كوريا بس، اوكي يعني تمام. عموما هو بيقول لنا على الدوله اللي احنا حددناها عددهم قد ايه والتفاصيل بتاعتهم. طيب خلينا هنا نكمل، او انا محتاج الجندر مين وومن، تمام. طيب الانترستد مثلا محتاج ان انا الناس اللي انا محتاجهم ناس يكونوا انترستد بالشوبينج والفاشون الكلوزنج. والله انا محتاج المينز، تمام. خلاص، يبقى الناس اللي مهتمة بالمينز كلوزنج قد ايه؟ تعالى مثلا كده نحط في ايه تاني،
نحط الناس المهتمة بالشوبينج كده مثلا أونلاين شوبينج، تمام؟ بدأ بقى يطلع لي إيه التفاصيل بتاعتي كلها، ويطلع لي التفاصيل بتاعت الكلاين. يبقى أنا الناس الانترستد أصلا بالفاشن والشوبينج والكلوزنج فاشن في مصر من سن 25 ل 50 على فيسبوك هم من 20 مليون ل 25 مليون كافريج. طب هو عددهم قد ايه كمان وكومن؟ كمان 61% وكومن 39%. طيب خليني كده خلاص، انا ببتدي استكشف الكلاينتس بتوعي او العملاء بتوعي على فيسبوك هم قد ايه، او الكلاينتس اللي انا بتارجتهم هم قد ايه. طيب بعد كده والله الناس دي كريليشن شيب، هم عددهم كبير جدا جدا بنسبه 63% ماريد واكتف بنسبه 31 بنسبه 31%، تمام. وبشوف ان هم كاديوكيشن ليفل هم بنسبه كبيره جدا 78%، لكن الناس اللي هي جريد سكول اقل 3% لكنهم اكتف جدا، تمام. طيب بعد كده بشوف الجوب تايتل بتاعتهم، بشوف كجوب تايتل هنا، تمام. هنا بيقول لك الليفلز هنا في البيزنس والفاينانس في الليجل سيرفيس، وبيقول لك خلاص انت هنا بتبتدي تفهم الكلاينتس بتاعك. الكلاينتس بتاعي هو انترستد جدا بالبيزنس والفاينانس، لكنه مش انترستد قوي بالجزء بتاع مثلا الاي تي، تمام. هنا 7% هنا 15%، ففي فرق شاسع. ده بيفرق معاك فيما بعد في الادز، بيفرق فيما بعد في الكونتنت اللي بتكتبه، بيفرق فيما بعد في التفاصيل دي كلها. طيب تعالى بعد كده نشوف باقي التفاصيل. هنا الناس دي بالنسبه للجزء بتاع البيج لايك، انت كده الاوبجيكتيف بتاع اللي احنا بنعمله ده ايه؟ ان انا ببتدي استكشف الكلاينتس بتوعي على فيسبوك ايه بالظبط، لما انا ابتدي اشتغل في اندستري جديده ومش عارف الكلاينتس بتوعها قد ايه. وده بعمله قبل ما بشتغل على تارجت ادز، ده بعمله قبل ما بشتغل على بيج انا لسه بستكشفها وبستكشف الاندستري اللي فيها وبستكشف التفاصيل اللي فيها. طبعا هنا طبعا في الجزء اللي على الشمال في اللانجوج وفي الريليشن شيب، بس انا بفضل ان هي الحاجات دي تكون مفتوحه الا لو انا شغال على تارجت محدد او حاجه محدده او عملاء محددين جدا جدا، تمام. فانا بالمفروض ان انا خلاص بسيبها عشان بس استكشف الناس الانترستد بالكلوز والشوبينج من سن معين لسن والجندر بتاعهم في دوله معينه، سواء بقى هم كانوا بيتكلموا لغه معينه يبان لي، سواء هم ناس متزوجين او سنجل، فانا بسيبه هو يقول لي النسب عشان النسب كلها تبان لي وابقى انا فاهم الدنيا بالنسبه لي ماشيه ازاي. طيب هنا تعالى كده نشوف هم موجودين فين بالظبط. والله هم في مصر موجودين في اسكندريه، موجودين في شرم، في كونتريز بقى. خلاص انا كده كده مختار الكونتريز معينه من ساوث كوريا دي، المفروض ان احنا نشيلها، بس هنا الدنيا يعني كده، يعني كده نرجع كايرو ايجيبت تاني. تمام، برضو جاب ساوث كوريا عموما، ده غلط يعني، المفروض مصر بس. تمام تعالوا بس كده نشوف الاكتيفيتي، هم في الاكتيفيتي بتاعهم على السوشيال ميديا او بشكل ادق على على فيسبوك، هم كبيج لايك و كاد كليك بنسبه كبيره عندهم، الاد كليك بيظهروا على الاد كليك بشكل كبير. وعندك بعد كده الجزء بتاع الجزء هنا بتاع الديفايس بتاعهم ايه بالظبط، هل هم بيفتحوا من موبايل ولا بيفتحوا منين بالظبط؟ لا هم خلاص بيفتحوا من الديفايس يوزر بتاعهم منين بالظبط، من الموبايل ويب ولا بيفتحوا، هم خلاص اغلبيتهم بيفتحوا من الاندرويد واغلبيتهم موبايل اونلي ومن الديسكتوب نسبه قليله جدا، حتى الاكتف بتاعها قليل جدا. من هنا بتبتدي تفهم الاندستري دي ماشيه ازاي، الكلاينتس اللي موجودين از سوشيال ميديا سبيسيفيك على فيسبوك هم موجودين ازاي. فانت والله في الاستراتيجي بتاعتك لو انت هتشتغل فيسبوك بتقول والله الناس اللي في مصر على فيسبوك مهتمين بالكلوزنج من سن 25 ل 50
عددهم من 20 مليون ل 25 مليون، تمام؟ من اجمالي الناس اللي على فيسبوك اصلا في مصر مثلا، ونشيل بقى كده الانترست دي كده، تمام؟ كام مثلا؟ من 30 ل 35 مليون، تمام؟ فخلاص انت بتبتدي تحدد ارقام. طب انا ال 25 مليون او ال 25 مليون اللي موجودين مهتمين دول، دي كده ماركت سايز او ماركت شير، انت لازم تخلي بالك ان ده ماركت شير بتاعك، لازم تخلي بالك منه. لازم تبقى عارف ان ده الماركت شير ده، انا في خلال اول كوارتر او في خلال اول شهر انا هاخد كام من نسبة الناس دي يبقوا انترستد عندي على فيسبوك. والله انا الشريحة على فيسبوك اللي موجودة في مصر مهتمية بالكلوز او مهتمية بالملابس، المفروض ان هم 25 مليون. طب انت في اول كوارتر هتاخد من كام منهم؟ فبتبتدي بقى تبقى محدد بالارقام بتاعتك. والله انا هاخد منهم خمسة، او هاخد منهم 100,000، هاخد منهم في اول كوارتر 10,000. طب ال 10,000 دول بقى كام في المية من 25 مليون؟ يبقى انا انت عارف ال 25 مليون دول هم 100% من الماركت شير او الماركت سايز. طيب ال 1000 او ال 2000 او ال 100,000 او المليون اللي انت هتاخدهم كام في المية من 25 مليون اللي موجودين اذا فيسبوك، تمام؟ فانت بتبقى محدد جدا وفاهم انت خلاص انا رايح لشريحه كام، والسوق فيه ناس قد ايه انترستد بالمجال بتاعي. طيب ده طبعا مع الانفورميشن اللي انت بتاخدها من الكلاينت نفسه، تمام؟ طيب ده كده الجزء بتاع خدنا خلاص الاودينس انسايت، انت بتعمل انسايت للاودينس، وخدنا الجزء بتاع الريبورتنج. هنخش بعد كده على الجزء بتاع الجزء بتاع الكاتالوج، لكن خلينا نرجع كده نشوف الدنيا فيها ايه او التفاصيل هنا ازاي في لو حد عنده سؤال او حاجه. طيب حد عنده أي سؤال أو حد عنده أي سؤال في الكلام اللي إحنا اتكلمناه؟ كان في مصطفى، كان عندك سؤال يا مصطفى؟ برضو كان عندك سؤال، اللي عايز يسأل يفتح المايك ويتكلم يا جماعة. خلاص مساء الخير مستر محمود. معاك يا دكتور، ازيك عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. انا بس عندي جزئيه بسيطه في الموضوع الانسايت، يا ريت لو نرجع الداشبورد بتاعتها تاني. عندك جزئية بتاعت ايه؟ الفيسبوك انسايت. تمام اوكي. في جزء رمادي وجزء ازرق كده، احنا عايزين نفهم ايه الفرق ما بين الاثنين دول، يعني في تمام مثلا قول. طيب
بس خلاص هو ده السؤال، بس انا عايز افهم يعني ايه الفرق ما بين الجزء الرمادي والجزء اللي هو الازرق دوت؟ هل الرمادي ده اللي معانا ولا الازرق الجامد ده اللي معانا كده؟ لا، النسب بتاعت الاكتيف نفسها، يعني انت مثلا هنا عندك النسبه بتاعت الاكتيف، او النسبه بتاعت الناس الانترستد والاكتيف معاك هنا مثلا 61%، تمام؟ وعندك هنا نسبه 57%، تمام؟ طيب انت عندك بقى النسبه دي، تمام، بالمقابل النسبه دي كام؟ فبناء عليها يعني بيديك اللون ده. يعني مثلا هنا عندك، بص، لما انا عملت مورك علشان تشوف الشارت اكتر، هنا عندك انا سلكت، عملت سلكت على الاودينس، تمام، بنسبه 100%، خلاص. لكن هم اصلا كيوزر بالنسبه للاودينس اللي انت محددهم 34%. طيب بالنسبه بقى للارقام الرمادي دي، فهي نسبه مش بالنسبه لك مهمه، نسبه بالنسبه لك عاديه. يعني انت مثلا، انا محتاج اعرف الناس اللي هم مثلا من، تمام، بنسبه 100% من سن 25 ل 34، التفاصيل بتاعتهم ايه؟ فهنا جاب لك التفاصيل بتاعتهم. طب تعالى كده مثلا نشوف الحته دي هنا كده، تمام، الناس اللي من سن 35 لسن 44، ادي الايه؟ التفاصيل بتاعتهم. يعني هو بيجيب لك العلامات الزرقاء دي بيزد على الانسايت اللي مطلعه لك، تمام. يعني تعالى مثلا كده هقول لك حاجه برضو تانية اوضحها لك اكتر. تعالى ايه، نحدد من الاول خالص، تمام. نعمل ريلود كده. خلاص هنخش من الاول تاني، تمام. بص هنا عندك مثلا، احنا محتاجين مثلا، تعالى مثلا نقول هنا المين بس، تمام. بص هنا الوومن بارمادي، تمام معايا؟ تمام. تمام. طيب ليه؟ لان هو مش حاططها لك اصلا في الانسايت بتاعك، ملهاش علاقه بالانسايت بتاعك. انت الانسايت بتاعك 100% هنا كده، 100%، تمام. عندك الانسايت بتاعك 100% على المين، فهنا مديك الانفورميشن بتاعت المين. طيب تعالى كده مثلا نعمل وومن، فخلاص هو مديك الانسايت بتاع الوومن، تمام. طب تعالى كده نعمل اول الاثنين، خلاص اداك الانسايت بتاع الاثنين، تمام. فهنا انت بيقول لك ان العلامات الزرقاء دي الناس بيديك البرسنتج بتاعتهم، بيديك الانفورميشن بتاعتهم والديتيلز بتاعتهم. يعني بالنسبة مثلا من 25 ل 34 في المين، لو هي 27% فهو قصده 27% من اجمالي المين ولا من اجمالي ال 100%؟ على حسب انت عامل سيلكت منين. يعني مثلا بص كده، ادي المين، خلاص هو هنا عامل لك الانسايت بتاعه او الانسايت على المين بس، تمام. فمديك ايه التفاصيل بتاعتهم تحت اهي. لو طب انا هو بيبقى احسبها على الكل. تمام. تمام، انا على طول كنت بستخدم الفيسبوك انسايتس، بس الحته دي كانت على طول يعني بالنسبه لي مش فاهمها او مبهمه بطريقه ما، بس خلاص فهمتها كده يعني. تمام. طيب ماشي. اوكي. مين تاني؟ تعالى، انا مصطفى كان عايز يسأل من بدري. انا بحاول افتح المايك بس مش عايز اوكي. يستوعب. اوكي تمام، مفيش طيب. حاجة. انا عندي سؤال دلوقتي. احنا مثلا لو حددنا مع الكلاينت ان في ماركت الافريج بتاعه حوالي 20 مليون، تمام، فهو قال لي مثلا هو عايز ياخد منهم 5 مليون مثلا، اللي هو الربع، او يعني تمام. فانا اقدر احط له استراتيجي ازاي، او توقع ازاي ان احنا ممكن نوصل لحاجه زي دي في جزء فيما يتعلق بالبيد ادز مثلا؟ يعني تمام. ازاي احط، ازاي اقدر مثلا اقعد معاه اقول له ان انا متوقع عشان اوصل مثلا ل 5 مليون انا عايز بادجت قد كده، واطلع له فعلا يعني توقع للريتش اللي انا هوصل له تمام. قبل البادجت دي. لازم اعمل اي بي تيست. تمام، نعم. بعمل اي بي تيست، لازم بعمل اي بي تيست علشان اشوف هجيب له كام بقد ايه. يعني مثلا هو محتاج يوصل لعدد معين من الناس، هقول له طيب انا والله هعمل تيست، تمام، بمبلغ من البادجت اللي انت حاططها، تمام. والبادجت دي مثلا وصلتنا في اول كوارتر او وصلتنا في الفتره الاولانيه ان احنا بندفع كوست بير ريزلت، تمام، لكل ريزلت مبلغ معين. ولنفترض مثلا انا الريزلت عندي مثلا بيطلع ب 1 دولار فور اكزامبل مثلا، تمام، وانا محتاج اوصل لكام؟
ليه مثلا ل 5000، فانا هحسب ال 1 دولار دول لمده خمس، عشان اوصل ل 5000 يبقى 5000 دولار، فهمتني؟ بس في حاجه وانا بحسبها الحسبه تكون ماكسيمم ويكلي، يعني مثلا ما ينفعش اقول له والله ده انا عندي الكلاينت الدولار، فعشان نوصل يبقى بعد التيست يبقى انا المفروض نوصل مثلا ل 5000، ما يجيش مثلا بعدها باسبوعين يقول لي طب يلا وصلني ل 5000 وخد الفلوس ده، لان اوريدي المنافسه اتغيرت، التايم اتغير، الكاستمر بيهيفير على حسب الاندستري ممكن يكون اتغير، لازم بيحصل فيه تفاصيل. فعشان كده احنا دايما في حاله اناليسز وفي حاله ارقام، ما ينفعش ان انا اديك الاستراتيجي النهارده تيجي بعد شهرين ثلاثه تقول لي والله انا اعمل لي الاستراتيجي، لا احنا خلاص يعني عدى وفات، تمام؟ فانت لازم بتكون مفولو اب دايما، تمام؟ تمام. طيب دلوقتي مثلا بتواجهني مشكله ان لما يجي لي مثلا كلاينت او حاجه ما بيكونش محدد قوي البيرسونا، وفكره ان انا بستهدف مصر كلها، والانترست اللي هو بيعتمد عليها بشكل اساسي او عايزني اعتمد عليها في الاعلانات هي انترست عند اغلب الشعب المصري مثلا، اللي هو اغلب الشعب المصري مثلا متدين، فهو عايز حاجه يبيع حاجه ليها علاقه اساله بالدين. حلو، اساله على حاجه، سؤال واحد بس، قل له ايه الاد فاليو اللي انت بتديها غير المنافسين ما بيدوها. اول ما ياخد تاخد منه الاد فاليو هتعرف تظبط بعد كده الشغل. يعني مثلا هو بيبيع مثلا موبايل مثلا، تمام، مصر كلها بتشتري موبايل ومصر كلها بتبيع موبايلات، طب ايه الاد فاليو اللي عندك اللي موجوده مش موجود عند الكومباتيتور بتوعك عشان اقدر اشتغل؟ ما هو لازم في الفتره اللي احنا فيها دي الكومبيتيشن عمرها ما تمشي على البرودكت بس ولا الكلاينت بس او سيجمنتيشن معينه او تارجت معين، انت لازم تاد فاليو، مش هتاد فاليو مش هتقدر ان انت تتنافس بشكل كبير الا لو انت بقى لوحدك في السوق ومالكش دايركت كومباتيتور ولا ان دايركت كومباتيتور. تمام. يعني انا دلوقتي عرفت مثلا الاد فاليو، ان انا مثلا بيقول لي ان انا والله الـ السعر بتاعي اقل مثلا من الكومبيتيتور المباشر بالنسبه لي، ده على حلو، اساسه هيفيدني في ايه في التارجتنج. انا اقصد الديتيل التارجتنج، انا شايف ان مش كفايه ان انا اعتمد على انترست بس، يعني الديموغرافيكس مش محدد لي حاجات، الموضوع عام قوي. الحاجه انت الوحيده اللي لازم انا قادر تاخد امسكها منه، انترست عام. لازم تاخد منه بريف مفصل. يعني انت اعتقد ان موضوع سعر قليل ده مش بيجيب ناس كتير، لان اوريدي في ناس كتير حاطه اسعار، يعني اصلا حتى الاد فاليو دي مش من ضمنها موضوع السعر. يعني مثلا عندك مثلا مجال، هات اي مجال كده ما فيهوش سعر قليل وسعر كبير، لا هو ما فيش مجال ما فيهوش سعر قليل وسعر كبير. هي الاد فاليو مش بتكمن في البرايس قد ما بتكمن في نيد عند الكلاينت نفسه، انا بعمل لها سولف بروبلم او عنده مشكله بعمل لها سولف بروبلم وببتدي احل له المشكله دي. طب انا هحل له المشكله دي ازاي افضل من الكومبيتيتور بتوعي اللي بيحلوا مشكله؟ يعني مثلا لو جينا مثلا سوق العربيات، انت عندك عربيات رخيصه جدا وعندك عربيات غاليه جدا، اللابتوب عندك عربي لابتوبس صغيره رخيصه ولابتوبس غالي، موبايلز، اي حاجه، حتى الفرنتشر في حاجات رخيصة وحاجات غالية. فموضوع التسعير ده أصلا مش أد فاليو، تمام؟ هو لازم أن أد فاليو حاجة بتحل. أنت أول ما يقول لك الأد فاليو أنت فاكر، فكر مع دماغك سريعا، الأد فاليو دي أصلا بتسلف بروبلم أو بتحل مشاكل يعني عند الكلاينت مش موجودة عند حد تاني ولا لأ، تمام؟ وتشوف منه قبلها اصلا المين كومباكتور بتوعه. يعني مثلا بتشوف انا والله عندي خمسه منافسين، طب الاد فاليو اللي بيبينوها ايه في السوق وبيزد على ده تبتدي تشتغل، تمام؟ يعني خد لك مرحله، احنا اغلبنا او اغلب الناس اللي شغاله مش بتاخد المرحله الكافيه في السيتويشن اناليسز اللي بتعمله، تمام؟ بيبقى مستعجل جدا جدا، يا اما هو عايز يلحق يشتغل، تمام، يا اما الكلاينت اللي معاه او الشركه اللي معاه او ايا كان محتاجه تانفست بشكل سريع وتجيب عوائد كبيره وبسرعه ويلا ويجري وبتاع، فما بيقدرش يحقق الريزلت اللي هو عايزه. لان انت ممكن spend 5% تشتغلهم analysis و25% الباقيين تشتغلهم اصلا implementation وتشتغل بيه. فانت حاول تاخد منه البريف على قد ما تقدر بشكل مظبوط عشان تقدر تديله الريزلت اللي انت عايزه. تمام، حلو قوي. طيب يعني بشكل عام كده انا بتاكد منك على فكره ان انا دلوقتي لو حد المفروض اقدم له بروبوزل او حاجه توضح له ان انا مثلا والله البادجت بتاعتك الفلانيه وهقدر احقق لك بيها ريزلتس فلانيه، اعتقد الموضوع ده معتمد على يا اما يكون عندي باك جراوند عن الاندستري يا اما اعمل اي بي تيستنج. بالظبط، اوكي تمام. اوكي. طب الاي بي تيستنج ممكن يعني اعمله في وقت قد ايه؟ يعني عدد ايام ان انت مينيموم اقل حاجه كده مايل جدا 1 ويك، يعني اسبوع واحد ده اقل حاجه،
عشان تقدر تفهم الدنيا ماشيه ازاي في السوق ده. بس يعني اسبوع كتير قوي. كتير. هو بص هو كتير بالنسبه للكلاينت، بس حقيقه بالظبط. الشغل، حقيقه الشغل مش بتبقى يعني مش بتبقى حاجه غلط يعني. دي حاجه. حاجه تانية اصلا، في حاجه مهمه برضو يعني، انت خلي بالك انت هتشتغل اصلا اوبجكتيف ايه. انت لازم انت تشوف السيتويشن اللي فيها البراند نفسه السيتويشن بتاعته ايه. هل هو اصلا معروف في السوق، ولا هو مش معروف وبيقول لي انزل بيع، ولا هو اصلا سوق البرودكت شغال. الحاله بتاعت البرودكت ايه، هل هو لانش برودكت، ولا هو اصلا ستيبل موجود في السوق ورائد مش شغال، ولا هو اصلا برودكت بيمشي نفسه وبرودكت بياع بيبيع على طول، ولا ايه حاله البرودكت نفسه. تمام. التفاصيل اللي هي على جنب دي بتفرق جامد يعني. فانت ممكن تمام. تشتغل له اصلا تيست وتعمل له اويرنس في نفس الوقت. تمام. يعني انت تتست وانت بتعمل اويرنس لحد ما تفهم الاندستري دي ماشيه ازاي. تمام. بس انا بتست بنفس الاوبجكتيف اللي هو عايز يوصل له يعني، صح؟ اكيد. بتست بالاوبجكتيف اللي هو عايز يوصل له، عشان تعرف انت الدنيا فيها ايه. لان انا لو انا مثلا هانكريس سيلز بليد جنريشن، مش هتكون نفس البودجت لو انا بانكريس سيلز بمسج. مسج لو انا بشتغل فيسبوك مش هشتغل مش زي لينكد ان يعني. اكيد التفاصيل طبعا. دي كلها طيب، هو في اخر سؤال وهو عام شويه. انا يعني بدور على حاجات ابديت نفسي بيها فيما يتعلق بالادز والميديا باينج وكده، بس مش لاقي حاجه امسكها افضل اعتمد عليها. معتمد اللي هو ايه، حاجه وقفت قدامي فبريسيرش، ساعات الاقي حاجه كويسه ساعات لا. فالمفروض ايه يعني، ايه بص، الريسورس اللي ممكن اعتمد عليه؟ في حالتين. انت يا اما بتابديت نفسك، وده بمتابعه النيوز الجديده. تمام. ده كده ابديت نفسك. انما لو انت عندك محتاج نوليدج اكتر، فدي حاله تانية. تمام. لو انت في الحاله الاولانيه او بتابديت في نفسك، فانت ديلي كده يعني، اعتبره حاجه ديلي روتين. انت زي البريكفاست بتاعك كده، انت لازم تبص وتفتح تشوف الاخبار الدنيا فيها ايه، في ايه الابديت الجديد، صباح الخير، في ايه في عندكم جديد. ده حاجه اساسيه. دي لو حاجه. حاجه تانية لو كنولج اسيتس بقى تبقى عندي كنوليدج اساسي. بقى بيعتمد على الجزء اللي انت بـ 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 بالخبرات مع الوقت. انت بتشتغل وبتستكشف، بتشتغل وبتستكشف وما الى ذلك. دي حاجه. بس وانت بتستكشف بلاش مصادر تبقى عربي. تمام. ممكن ترجع لافراد عندهم نوليدج، يقولوا لك عربي ويدوا لك ريسورس بره، بس اوكي. انما ريسورس في مصر الموضوع ممكن مش بيكون ألطف مش حاجة أو بيكون أدق حاجة يعني. اه مش بيكون ادق حاجه، لانه اصلا بيكون الريسورس بتاع العربي انجلش. طب ما انا ليه، انا ذات نفسي، وانا بقول لك، وانا كمحمود الريسورس بتاعي من بره انجلش. فلما بدي اديك اي انفورميشن او اباوت عن اي حاجه، بيكون عندي حاجتين، يا اما عندي ريسورس جايب منها، وعندي نوليدج بيزد على الخبرات والشغل. تمام. أوكي. فانا باثر عليك الطريق يعني. مش بقول لك انا احسن حد، لا، انا باثر عليك الطريق. بقول لك ارجع لريسورس وشوف الدنيا فيها ايه. طب وريسورس الانجليش او باللانجوج انجليش لانجوج يعني، كتير جدا يعني. طب يعني الموضوع بيعتمد ترشح على ايه ريسورسز مثلا، حاجات يعني بتلاقي دايما فيها اجابات على اسئلتك بشكل ايه؟ عام؟ إيه ترشح ايه مثلا ريسورسز تلاقي دايما فيها اجابات على اسئلتك، حاجات يعني بتتكرر كتير ان انت بتتابعها ايا كان؟ هو ده بيعتمد على الحاجة اللي أنا بدور عليها دايما يعني. وفي حاجة تانية، أنا لما بدور على حاجة وبوصل لي ريسورس، ما برميهاش، بسيف. تمام. علشان بعد كده ارجع للويب سايت دي تاني لو في اي حاجه، ادور جوه الويب سايت دايركت ويب سايت على طول. تمام. يعني تمام، مش شكرا جدا. تمام يعني. هتلاقي، بص كده، انا تقريبا في هنا مثلا، بص كده لو انت شايف السكرين. تمام. في لما ترجع للفيديو بقى بعد ما انزل اليوتيوب، برجع للريسورس نفسها. تمام. وبسيف وبرجع خلاص. ده ريسورس اساسي بالنسبه لي، برجع له. فاهم؟ تمام. فانت لازم ترجع ايه للريسورس نفسه. تمام. يعني تمام. اي ثينك ان ممكن ترجع للفيديو بقى لما ينزل على اليوتيوب شانل، وتبوز بقى الفيديو وتشوف الريسورس دي. اوكي، انا اوريدي خدت سكرين شوت، استأذنتك يعني بعد اذنك يعني. تمام. ولا يهمك. ميرسي جدا، شكرا. ماشي. نشوف مين تاني كان في. مين؟ احمد تقريبا. احمد انت قلت اتكلمت، قلت اللي عندك ولا؟
نادر، شيماء، طيب انا بحاول افتح المايك لكم يا جماعه، بس تقريبا محدش بيوافق. ايه هو، في حد بيكلم بس انا مش سامعيني. مروه انتي فاتحه المايك يعني؟ اه طب ايه اسألي. طب مستنية ايه؟ طيب لا انت ناديت على حد فانا قلت استنى حد. ايه اوكي طب جون. انا كنت عايزه اسال بس على الابديت اللي بتحصل كتير قوي دي، تمام فجاه الدنيا بتوقف في الاعلانات، بس انا اكتشفت حاجه ان الدنيا مش بتوقف ولا حاجه، هو بس بيبقى لازم تجرب كذا حاجه عشان توصل لنتيجه في عز القلق اللي بيحصل ده. ده صح ولا ايه؟ ده صح. هقول لحضرتك على حاجه. دلوقتي يعني دايما بقول ان الاندستري بتاعتنا دي، او مجال الماركتنج نفسه، مش اكاونتنج. تمام؟ مش ان انا بحط 1 بلس 1 بيديني 2 على طول، او مش بحط 1 زائد 1 يعني بيديني 2. لا، هو استراتيجيز وتكنولوجي ابديتنج. يعني ممكن نصحى الصبح ما نلاقيش فيسبوك اصلا، فانت لازم تكون عامل ابديت لنفسك ان انت تمانج بلاتفورم تانية او تشتغل في اي حتة تانية. تمام؟ ممكن تصحى الصبح تلاقي انترنت اصلا وقع، فلازم يكون عندك باك جراوند ماركتنج عشان تقدر تشتغل. الموضوع كله استراتيجي. ممكن اشتغل كاعلانات ليد جنريشن، اذا في يعني لو انا بشتغل ريل استيت، وحد تاني يشتغل مسجز. تمام؟ هو يجيب بريزلت بتاع المسجز احسن ببودجت اقل، وانا بتاع الليد جنريشن اللي دفع كتير اجيب ريزلت وحشه جدا، وادفع كواليتي وادفع بودجت عاليه جدا والكواليتي تبقى مش حلوه. تمام؟ فهي استراتيجي، ان لازم ابني استراتيجي. انا امبارح كنت منزل بوست بيتكلم في الاجزاء دي، ان في بوينت كده احنا بننساها، ان الاندستري، كل اندستري ليها الاستراتيجي بتاعتها، وكل كومباني اصلا جوه الاندستري نفسها ليها الاستراتيجي بتاعتها. فلازم تشتغل مرة اتنين تلاتة لحد ما تجيب الريزلت بالطريقة المعينة اللي تقدر تكسب بيها. تمام؟ او الطريقة اللي تقدر انت تربح بيها، تدفع اقل بتاخد ريزلت اعلى. طب ده بيعتمد على ايه؟ ان انا يكون معايا فاريتي كتير. كل ما يكون معايا فاريتي اكتر، او معايا تولز اكتر، معايا حلول اكتر، كل ما انا اقدر اكسب في اي وقت. يعني مثلا مش هينفع ان انا اعتمد بس على الادز او فيسبوك ادز، لازم أنا اعتمد على بلاتفورمز مختلفه، وجوه كل بلاتفورم يكون فيه تولز مختلفه. يعني مثلا فور اكزامبل، مثلا اذا فيسبوك، لو انا فيسبوك بعتمد على ادز بس، فده مش حاجه صحيحه. ممكن اعتمد على ادز، اعتمد على الانفلونسر، اعتمد على الشير في جروبز مختلفه، اعتمد على اكونتس تشير مع از فريندلي. يعني مثلا الالجوريزم بتاعت فيسبوك بتقول في خلال السنه دي اللي احنا فيها، ان الوصول بتاع الاكونتس الفريندلي العاديه جدا، اللي هو اكونتي الشخصي واكونتك الشخصي، اسرع من الوصول للبراندز نفسها. يعني انا لو انا جيت من الاكونت بتاعي الشخصي ونزلت بوست، يوصل اسرع من البيج بتاعتي لما اجي انزل منها بوست. طب انا ليه مثلا كواحد المفروض اكون فاهم الالجوريزم بتاعت الفيسبوك او بتاعت البلاتفورم دي كلها، ليه مثلا ما اعملش مثلا لو انا معايا تيم بتاعي، كل واحد يكون عامل الاكونت بتاعه ويعمل بوست لمثلا للبراند اللي معايا، ويوصل للفريندز بتاعهم اللي هم انترستد بنفس البرودكت ده، وده هيوصل اسرع من البوست اصلا بتاع البيج نفسها او البراند نفسه. ممكن ما اعملش حاجه تانية، ممكن اديل مثلا مع ناس عندها جروبز وعندها عدد، وانزل فيها البوست بتاعتي سواء بشكل دايركت او بشكل اندايركت. لازم أن يكون في حلول مختلفه. تمام؟ لازم أن يكون في تطور.
مفيش حاجة اسمها أنا أحسن حد بعمل إعلانات، الكونسبت ده مش موجود أصلا، تمام؟ فهي الفكرة بتعتمد على حاجتين زي ما بقول لك، لازم يكون عندي بلاتفورمز مختلفة، وكل بلاتفورم يكون عليها استراتيجيز مختلفة سواء أورجانيك أو بيت، ولازم أن أكون فاهم ده. طبعا كل ده تحت الأمبريلا بتاعت الأودينس موجودين فين، تمام؟ تمام. وصلت لك الفكرة؟ يا استاذ، انا اكتشفت يعني ان مفيش حاجه ثابته، يعني ممكن النهارده بتشتغل حاجه بكره تشتغل بكره بكره، يعني مش بكره اللي هو كمان شهر زي ايوه الاول، فعلا لا هو صح، النهارده بكره حاجه مختلفه. الموضوع دي بقى حقيقة، فعلا صعب. هي دي حقيقة، تمام. بس ال البوينت الأهم من كل ده إن أنا لازم يكون فاهم ماركتينج أصلا عشان أحس إن أنا واقف صح، على أرض ثابتة يعني. تمام، تمام، في أي سؤال تاني؟ لا شكرا. عفوا، شوف بقية الناس. اللي عنده الخير، المايك ازيك يا محمد؟ الحمد لله، تمام. دلوقتي حضرتك بتقول انا ممكن يبقى التيم كل واحد عنده اكونت بينزل البوست، قصد حلو، حضرتك ان هو يشير من اللي هو البوست نفسه ولا ينزل البوست لا بشكل يعمل بوبليش، يعمل بوبليش الاكونت يكون ريليتد بالاودينس. تمام؟ يعني مثلا لو التيم موجودين كلهم ادمن على البيج، تمام، بعد ما البوست ينزل على البيج كل واحد يعمل شير. لا 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 لا، مش قصدي كده خالص. ما بص، انت قصدك ان ياخد البوست الكونتنت بالارت ورك بتاعه ويعمل له بابلش من على الاكونت بتاعه. لا برضه مش قصدي كده. انا قصدي ان هو يعمل بوبليش للبوست كسجست باي طريقه ما ان دايركت. يعني انا شغال، بص همشيهم كتو استراتيجيز. الاستراتيجي الاولاني ان انا ببلش بوست عادي على البيج وبعمل الادز بتاعتي او البوست اورجانيك عادي جدا. اتس اوكي، تمام. طيب اوكي بعد كده بقى انا كواحد كاكونت يوزر عادي جدا، تمام، بروح من بابليش بوست، والله انا اشتريت النهارده برودكت معين من حته معينه، والبرودكت ده كويس جدا، تمام. حد تاني بينزل بوست عليه الصوره وعليه لينك البيج ويعمل منشن للبيج، تمام. طبعا كل ده بيحصل لما انا بكون تراست جدا، ما بين قوسين كده تراست جدا في البراند اللي انا بشتغل له من الاكونتس دي، تمام. بس انا لو الناس شافت ان بس كده انا اعمل بقى اكاونت بعيد عن الاكاونت بتاعي، ملوش علاقة، ملوش علاقة بالبيرسونال اكاونت بتاعك. هنقول مثلا فيك اكاونت مثلا او هنقول نفس فكرة الفيك اكاونت، بس هو مش فيك اكاونت، هو اكاونت بيوصل بشكل اندايركت للاودينس بيزد على الانترست بتاعته. عشان بقى يربي اودينس محتاج بقى يعمل نتورك للناس دي بشكل كبير الاول، صح؟ لازم يبني اصلا الاكونت، وفيسبوك هيشجعك على ده. لو انت بيرسونال اكونت هتلاقي هو بيسجست ليك الجروبس، هتلاقيه بيسجست ليك البوستز بتاعت الكومباتيتور، هتلاقيه بيسجست ليك الناس الانترستد اصلا بالكلام ده، هتلاقيه هو بيساعدك لوحده. يعني اربي كده اكاونت كده على جنب شوية بعد ما يبقى فيه مجموعة. بالظبط. تمام، تمام، اوكي بس دي تبقى يعني بلان بي، فاهم؟ يعني بالظبط. تبقى طبعا استراتيجي مش مختلفة. ما بالظبط. ينفعش بقى يبقى اصلا الاكونت كله 20 بوست ورا بعض من البيج نفسها، فاوريدي انا كواحد انا هدخل ده الاكونت ده تبع عادي. بالظبط بالظبط. وبعدين دي يعني في حالة لو الدنيا مش ماشية على البيج نفسها، بالظبط بالظبط، دي لو في لو حاجة الدنيا وقفت تماما يعني، او البوست بالظبط زي ما احنا ما بنقول، بالظبط زي ما احنا بنقول، هي بلان بي، تمام. يعني زي ما احنا بنقول كده، هي بلان بي. تمام، تمام، ميرسي لحضرتك. يو ار ويلكم. انا شيماء عايزة تسأل من بدري بس مش عارف. مساء الخير. مساء النور.
أنا كان عندي سؤال في الـ insights، اوكي الجزء بتاع الـ interests. يعني أنا دلوقتي مثلا حددت كل الـ demographics اللي أنا محتاجاها، يعني الـ persona اللي أنا بدور عليها. لو عايزة مثلا أختار منهم الناس اللي مهتمة مثلا بالموبايلات، بالأكل مثلا، بحاجة معينة، حلو دلوقتي هو ما بيقبلش غير النتائج الموجودة. فهل مثلا ازاي يعني اقدر، يعني عايزه مثلا الناس اللي مثلا بتهتم اللي مثلا بالايفون مثلا، بس انا لو اخترت مثلا حاجه زي كده هيجيب لي ناس مهتمه مثلا وناس مش عندها اصلا مثلا ايفون. ازاي اقدر اضيق الاهتمامات دي؟ انت محتاجة توصلي للناس اللي عندها ايفون، مش محتاجة توصلي للناس اللي انترستد بالايفون. مثلا طيب بص، مثلا احنا كنا بنتكلم من شوية، مثلا لما قلنا مثلا ادي مثلا ايفون، تمام، وانا المفروض بشتغل على الايفون بيطلع لي هنا نتائج. يعني مثلا تعالي مثلا اقول لك مثلا ايه، بص شايف هنا ايفون، بص هنا ايفون كبراند، تمام، ولا كلوكال بيزنس، تمام، ولا كاب، تمام، ولا كلوكال بيزنس. بيديني قصاد كل ريزلت بيطلعها، هل هو ك ك ك ك كايتم او كحاجه انا ككي ووردز انا مدخلها انترستد، ولا جوب تايتل، ولا موظفين، ولا كلوكال بيزنس، ولا براند، ولا ايه بالظبط. دي حاجه. حاجه تانية، وانا جوه الادز نفسها وانا بشتغل على الادز بختار البلاتفورم او بختار الديفايس اللي يظهر عليه اللي يظهر عليه الاد نفسه، تمام. هل الديفايس ده يبقى اي او اس ولا ديفايس موبايل؟ طب وبختار هل هو ايه بالظبط. فدي طب بتتحدد. لو هو مش تليفون مثلا، أي اندستري تانية مثلا، أحذية، ملابس، بيبان اي ريزلت، اي ريزلت انا بدخلها، تمام، اي ريزلت انا، تعال مثلا ناخد فودز مثلا. بصي دي مش الانترستس. ايه، ثانية كده، لا دي مش الانترست، وانا شغال في الاودينس من الناحيه التانيه او في التارجت اودينس بيجيب لي انا من الناس الانترست. يعني تعال مثلا كده نحط فودز، تمام. بصي انا جايب لي ايه، الانترستد، الناس الانترستد بالفود والدرينك، تمام، الناس الانترست. تعالي مثلا كده ناخد ناس الانترستد بالناس، تعالي مثلا ناخد فود ودرينك هنا مثلا الفاست فود جميل. مثلا، عايز اقولها لك مثلا بص هنا مش جايب لهم لي انترستد، تمام، مش جايبهم لي انترستد، تمام، مش جايب هنا انترستد، تمام. هو بيجيب لي التفصيلة وبيجيب لي الرقم كمان. يعني مثلا تعالى كده نروح لحاجة تانية، تعالى كده هنا كده عايز ايه، كريت اودينس عادي، او مثلا ممكن نخش جوه الادز عادي. بص مثلا كده فين هنا اللوكيشن، بص هنا التارجت فودز، بس انا جاي لي ديموغرافيك، تمام، ديموغرافيك الناس الاديوكيشن ليفل في اديوكيشن معين. بص مثلا هنا
جايب لي الناحيه التانيه هنا ايه؟ جايب لي الناس الديموغرافيك، وجايب لي الديسكريبشن بتاع كل ناس انا بختارها، وكمان جايب لي السايز بتاعهم. تمام؟ فهنا وانا بختار بشوف هل الناس دي هل الناس الانترستد ولا الناس كديموغرافيك ولا الناس كايه والسايز بتاعهم ايه كمان. تمام؟ فانا لازم ببص على الكارت ده عشان افهم هل انا بختار الايفون مثلا الناس الانترستد ولا كلوكال بيزنس ولا كايه بالظبط. تمام؟ وكمان بيجيب لي السايز بتاعهم. يعني بص هنا مثلا دي كده انترست، شايفه كلمه انترستد؟ تمام؟ شايفك هنا بعد كده بيهيفير، دي ناس مش انترستد، هي ناس دي بيهيفير. تمام؟ خلاص. فانا بيجيب لي التفاصيل بتاعت كل اندستري، كل الناس، يعني كل اختيار انا بختاره. هي انا بتبقى صعبه بالنسبه لي في الانسايتس، عشان يعني انا على اساسها ببدا مثلا كده، انا حددت البيرسونا بتاعتي، ببدا اشوف هي في جوه الحاجات الانترنت انا بتاعتهم، بختاره الكونتنت اللي بيهتموا بيه، الصفحات اللي مثلا بتاثر فيهم، الانفلونسرز اللي ما في بيتابعوهم، الانسايت بعد فالحاجات دي أو بتساعدني في في الانسايت كتابه الكونتنت. يعني في اه بتساعد طبعا في كتابة الكونت. انا فاهم، انا بكتب في الاندستري ما هو انا دي عشان كده الانترستس دي بالنسبة لي بتبقى يعني مهمة، وكمان هي ما بتقبلش بالعربي، فلازم كلمات انجليش من الموجودة. يعني مثلا اخترت موبايل شوب مثلا او هو موبايل مش ستور. كل الاكونتات على فكرة، يعني في اكونتات بتقبل عربي عادي. تمام. بس هو هيفهمك يعني هاته جاب لي موبايل فونز. تمام؟ مش كل الاكونتس يعني على يعني حسب أنا كل حتى لو حطيت يعني كلمات بالعربي ممكن يجيب لي حاجات شبيهة ليها بس بالظبط. بالإنجلش. اه يعني على حسب كل اكونت، في اكونت على فكرة بيبقى شغال عربي يعني. أوكي تمام، تمام. عفوا. مهن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الايجنس انسايت دي من الصفحة بتاعة الفيسبوك، يعني من الاكونت بتاعي اللي هو البيج، صح كده؟ باجي عند البيزنس مانجر، تمام، ايوه. بلاقيها هنا كده اودينس انسايت. تمام. طب لو في صفحة اصلا انا لسه يعني هاكريتها، يعني لسه جديدة، ده بيكون النظام ازاي بقى؟ لو انا لسه جديده يبقى انا لسه بدرس الاندستري نفسها، بشوف هشتغل عليها انسايت ازاي وانا اصلا مش عندي البيج. فانا بشتغل على الانسايت نفسها عشان ابني عليها البيج نفسها وابني عليها الصفحه نفسها. يعني انا مش هعمل بالظبط. ابديت للصفحه فاضيه يعني. أما عشان كده أنا بسأل يعني. تمام. لا لا تمام طب سؤال كمان، بس هو يعني مش خاص بالأودينس ماشي انسايت، اوكي مش بخصوص الإعلانات، الفترة اللي فاتت كان فيه لخبطة كتير قوي، والأكونت بينسحب، وكمان ده بيقولوا كتير إن هو داخلين على شهر رمضان، فهيبقى فيه يعني ضغط كتير في الإعلانات، فيبقى النتائج اللي احنا مش يعني احنا عايزينها مش هنلاقيها، فبالتالي لازم ندفع فلوس كتير. فحضرتك ممكن تقول التأكيد على المعلومة دي، او حضرتك الصح بصي يعني. المجال اصلا او الجزء بتاع الميديا باينج او الاعلانات وخاصه بالذات الفيسبوك، الكلام اللي فيه كتير جدا جدا فوق ما تتخيلي. ولو فضلتي تركزي مع الكلام اللي بيتقال بعيدا عن التصريحات اللي بتطلع من فيسبوك نفسها، يبقى كده الدنيا فيها حاجه غلط، الا لو انت جربتي بنفسك وعندك مشكله، والمشكله دي موجوده عند ناس كتير. تمام؟ انما ان انا اقول ان انا داخل على رمضان وهيبقى فيه مش عارف ايه والكلام ده كله، لا انا ما بقتنعش بالكلام ده. تمام؟ الا لو انا اوريدي انا فاهم ان انا داخل على سيزون، والسيزون ده هيكون فيه منافسه. تمام؟ يعني مثلا في اندستري مثلا ايه، فكري معايا كده، في رمضان مش شغال او بتأجز في رمضان، في اكيد اندستري بتأجز في رمضان. تمام؟ فانا كتير يعني. لو انا من الاندستري اللي بتأجز في رمضان، انا مش هعمل اعلانات، فانا مش هيبقى فيه منافسه. تمام؟ فممكن اشتغل على حاجه مختلفه. تمام؟ دي حاجه. حاجه تانيه، انا ليه في رمضان ازنق نفسي في الايدز، لما انا ممكن اعمل اوبجيكتيف مختلفه واشتغل بعد رمضان او قبل رمضان، او اشتغل خلال رمضان بطريقه معينه. زي مثلا
الكونتنت مثلا، ان انا اشتغل بطريقه الكونتنت، وان انا اشير كونتنت، ان انا مثلا اشتغل على جوجل اد واشتغل ترافيك ويب سايت، ان انا اشتغل اوفرز، ان انا اشتغل اوف لاين. لازم يكون في استراتيجيز مختلفه، زي ما انا كنت لسه بقول لهم شويه، لازم يكون في استراتيجيز مختلفه اشتغل عليها. وكل ما البيزنس يكون عامل اتاحه او عنده الفكره بتاعت ان هو ناس كتير تبقى ليها فيوريتي، وناس كتير تقدر ان هي تشتغل معايا بافكار مختلفه والكلام ده كله، كل ما هو يقدر يوصل بشكل اسرع يعني. تمام، شكرا جدا. عفوا. تمام. تقريبا كده مفيش حد تاني عنده سؤال يعني، فخلينا ايه نجو اون كده ونشوف. تمام. مين تاني؟ خلاص تمام كده. نادر كان تقريبا عايز يسأل، مش عارف سأل ولا لا. السلام عليكم. ازيك يا نادر، عامل ايه؟ بخير الحمد لله. الحمد أنا لله. سؤالي بعيد عن الإنسايت شوية. تمام. هو أنا من فترة يعني إيه، أنا لما بوقف حملة مثلا بتبقى شغالة كويس، بس خلاص بتبدأ مع مثلا المنافسة تزيد أو كده، أو مثلا الستوك خلص أو كده، فأنا المفروض بوقف الحملة. فلما الستوك يتجدد أو كده، فأنا لما باجي أشغل الحملة تاني في رأيين بقى هنا. في ناس تقول اعمل دوبليكيت للحملة تمام، ولو عايز تزود البادجت او كده تمام. وفي ناس تانية تقول لا، انا لما بشغلها بعد ما بوقفها برضو بتكمل عادي وما فيش مشكلة. وانا لما جيت اعمل حاجة زي كده سحبت كل البادجت اللي انا حطيتها، اليومية اللي انا حطيتها مرة واحدة، وبتبقى في مشكلة، انت فاهمني؟ أنا فاهمك. فدلوقتي لو معايا حملة شغالة وانا وقفتها لسبب ما، وحبيت بعد فترة أشغلها تاني أو بعدها بيومين مثلا 3 أشغلها تاني، هل أعمل لها دوبليكيت أفضل ولا أشغلها بعد ما وقفت؟ بص، وانس ان انت اصلا قفلت الكامبين وشغلتها تاني، فانت دخلت في منافسه مختلفه، ودخلت في مزاد مختلف. تمام. فان انت تعملها دوبليكيت وتشتغل، فهي دخلت في منافسه جديده. لو انت وقفتها وشغلتها تاني، فهي دخلت في منافسه جديده. لو انت بتكريت تعملها كريت من الاول، فانت برضه داخل في منافسه جديده. فاي ثينك ان الثلاث حالات واحد. دي حاجه. حاجه تانيه، انا مشغلت قبل كده وعملت دوبليكيت وعملت كامبين وشغلتها تاني، جابت نتائج وعادي جدا، والدنيا ما فيهاش اي مشكله، وسحبت السحب بتاعها العادي جدا، ما فيهوش اي مشكله. تمام. هي الفكره بقى ان انت فكر كده، انا لما اوقف الكامبين، طب انا دلوقتي هشغلها، الوقت اللي انا وقفتها كنت مشغلها فيه قبل كده هو نفس الوقت؟ طب نفس المنافسه؟ طب هل الاوفرز دي في ناس قصادي تلعب باوفرز اكتر، او تلعب باد فاليو مختلفه؟ الكاستمر بتاعي كان في عليها اقبال وانا وقفت الكامبين، فهيستنى تاني وما الى ذلك. تمام. فانت لازم تفكر الاول، هل انت هتشغلها في نفس التايم ولا لا؟ في كل الاحوال انت هتخش منافسه جديده. بص بقى، هتلاقي ناس تقول لك اعمل دوبليكيت لان هو عمل دوبليكيت ونجحت معاه، تمام، بطريقته. حد تاني عمل تشغيل للكامبين من تاني لان هو جرب الطريقه دي ونجحت معاه، تمام. حد تالت يقول لك لا، والنبي انت وقف خالص واعمل كرييت من الاول، تمام، لان دي اشتغلت معاه. تمام. كلها بناء على تجارب في اوقات مختلفه، لاندستريز مختلفه، ل ل ل ل ل في أو في لتارجت مختلف، الاودينس مختلفين. فانت ازاي هتحكم على كلام الناس دي؟ تمام. بيزد على الاندستري بتاعتك. يعني كل اللي قال لك الكلام ده، انا مش عارف هو نفس الاندستري بتاعتك ولا لا، بتارجت نفس الاودينس ولا لا، في نفس الاوقات اللي انت بتشغل وتقف فيها الكامبين ولا لا، داخل نفس المنافسه ولا لا. كل دي عوامل اصلا قادره ان هي تغير القانون او الاستراتيجي اللي انت شغال بيها بشكل كامل. تمام. فسيبك خالص من اي حد يقول لك الكلام ده كله، اشتغل باستراتيجي تقدر تجيب بيها نتيجه. تمام. بيزد على التيست اللي انت بتشتغله، وكمل على كده. تمام. لو لقيت نفسك تايه مش عارف الدنيا فيها ايه، ادخل الفيسبوك وشوف الالجوريزم بتاعته بتقول ايه في حته الدوبليكيت، واشتغل على ده. تمام. انا واحد من الناس بعمل كده، ما باخدش بالكلام، لان
دي زي ما قلت لك، الاندستريز مختلفه والاودينس مختلفين والتايم مختلف والمنافسه مختلفه وكل حاجه مختلفه، فانا هحكم على ايه؟ بان هو قال لي ده صح وهو اصلا مش عامل كده، فاهم؟ فانا لازم اظبط الجزء ده، لازم ان انا اظبط الجزء بتاع ان انا اشوف هل انا نفس الوقت، طب انا لما اشغل كامبين الاوفر ده اصلا كان شغال كويس. انت لو عملت دوبليكيت هيبقى كانك بتعمل كامبين من الاول، طب لو عملت كامبين من الاول هتبقى برضه كان داخل المنافسه جديد. طب لو انت شغلت الكامبين من تاني هتخش ريفيو من الاول وتخش كامبين كانها جديده، تمام؟ انت ايه تيست عندك كامبين كانت شغاله كويس خلاص شغلها تاني، تمام؟ ما اشتغلتش اعمل بوز ليها وقفها وكريت من الاول. اشتغل على حسب الاستراتيجي والجهاز اللي قدامك والاندستري، فهمها كويس جدا مع الكلاينت، انت هتعمل احلى شغل، تمام؟ اه تمام مظبوط كده، تمام ماشي كويس جدا. طيب سامح كنت بتسأل على حاجة؟ مساء الخير، ازيك؟ كله تمام؟ تمام، ازيك يا سامح عامل ايه؟ كله تمام ان شاء الله، يبقى يوم سعيد علينا كلنا يا رب. ان شاء الله انا بس عندي سؤال كده مختلف شوية، تمام؟ انا حبيبي. دلوقتي عندي بيزنس بتاعي، تمام، بعمل بناطيل ميلتون، بس انا عندي تمام ميزة تنفذية مش عارف، يعني مش عارف اطلعها بالسوق. بمعنى ايه؟ ان انا بدي على البنطلون 12 شهر ضمان على البنطلون تمام الميلتون، بس انا حاسس ان الدنيا مش احسن حاجة، مع ان اعمل البادجت المفروض ان هو محترم، تمام، او على حد علمي ان هو محترم، مش عارف ده حلو ولا لا. البادجت نفسه هو 6000 في الشهر، بس مش حاسس ان الدنيا احسن حاجه، يعني 200 جنيه في اليوم. حاسس ان شويه الدنيا واقعه خالص. شغال على اودينس واحد بقالي مثلا 7 شهور او 6 شهور شغالين على نفس الاودينس، بس مش عارف الدنيا، يعني الاودينس ده انا اشتغل عليه كتير ولا انا لازم اغيره؟ يعني البيع مبقاش زي الاول خالص. هل ده الاودينس كده الاودينس خلاص؟ متغير، الاودينس لازم المتغير، ما ينفعش تشتغل على نفس الاودينس كذا مره او تشتغل على نفس الاودينس كتير، لان انت اوريدي البيهيفير بتختلف، التايم بيختلف زي ما قلنا، والمنافسه بتختلف، فانت لازم تجدد من الاودينس بتوعك. دي حاجه. حاجه تانيه، انت يعني اي ثينك من الكلام بتاعك ان انت محتاج تدرس اكتر الكومبيتيتور بتوعك، ومحتاج تعمل حاجه اسمها اس تي بي، تعمل سيجمنتيشن وتعمل تارجت وتعمل بوزيشن علشان تقدر تقدم الاد فاليو اللي انت بتقدمها دي للكلاينت المظبوط فعلا. لو انت مثلا عندك في السيجمنتيشن او الشريحه بالنسبه لكل الناس اللي بتقدم بناطيل، فانت ممكن تكون بتستهدف مثلا بنسبه 70% الناس اللي هم اصلا مش انترستد بالتارجت او بالبناطيل اللي بتقدمه، بس انترستد ببناطيل تانيه، ومثلا 30% من الناس هم اللي انترستد بنفس الجزء اللي انت بتقدمه، تمام؟ فهل سؤالي بقى هنا، هل انت عندك الفكره بتاعت السيجمنتيشن او الشريحه الكامله وكم تارجت فيها، وانت بتقدر تبوزيشن للبرودكت ازاي؟ لا بصراحة لا، ما عنديش طيب الفكرة كاملة أوي. هقول لك بقى تعمل ايه. انت تمام ابتدي كده على ورقه وقلم، تمام؟ خلي دايما تمام شغلك في البدايه ورقه وقلم. حدد تمام دلوقتي كل الناس اللي انترستد بالبناطيل، تمام؟ تمام من سن كام لسن كام والتفاصيل دي كلها، تمام؟ تمام بعد كده الناس بقى المهتمه بالتفاصيل اللي انت بتقدمها، بالبرودكت الفعلي اللي انت بتقدمه، نوعيه البناطيل دي، وهم انترستد فعلا كبيهيفير للضمان اللي انت بتقدمه، تمام؟ انا ممكن حد اكون مهتم بالبناطيل بس مش مهم يعني ان البناطيل عليه ضمان، يعني عادي انا ممكن البسه وبعد كده بعد فتره ارميه، مش فارقه يعني انا هعمل ايه بالضمان، فاهم؟ انا مثلا تمام كواحد من الناس، ممكن حد تاني لا بالنسبه له لا، حاجه مهمه جدا ان انا اقعد بالبنطلون كان كتير، فانت لازم تحدد ده وتستهدفه صح. فور اكزامبل على ده، فودافون مثلا تمام لما بتقدم الاعلان بتاع فودافون الكارت غير لما بتقدم الاعلان بتاع فودافون ان، غير لما بتقدم الاعلان بتاع فودافون بيزنس، هي تمام كل الناس دي بتستخدم موبايل، كل الناس دي بتستخدم كولز وانترنت، بس كل واحد فيهم بيهيفير مختلفة، طريقة كلام مختلفة، تواصل مختلف. فلو جت مثلا فودافون قالت لكل الناس اللي في مصر احنا بنقدم مثلا فيليكس ضعف المكالمات، انا كواحد بتاع بيزنس انا ما انا مالي، انا في بيزنس فيليكس ايه اللي انا هركز فيه؟ انا ورايا حاجات تانية، ورايا شغل، ورايا بيزنس، ورايا سفر، اهتم بالتجوال، بان انا اكون على اطلاع بشركاتي وحاجه، فهو مش انترستد، بس هو اوريدي بيتكلم في الموبايل ومعاه في خط فودافون، بس هي دي بقى فرقت سيجمنتيشن من تارجت، فانت محتاج توصل للبوينت دي عشان تقدر
ان انت الهدر الكتير في الميزانيه رايح في الحته دي. طيب ممكن اخر سؤال؟ معلش انا اسف والله. اتفضل. لا دلوقتي لا انا اتفضل. عامل حبيبي عملت دلوقتي برودكت حريمي تمام، فهل ان انا احسن ان انا احطه كله في بوست واحد، ولا انا اخلي الرجال لوحدي والحريم لوحده، مع العلم ان انا المفروض هصور، فانا عايز اعرف طريقه التصوير، يعني ايه الافضل، اصور الاثنين مع بعض حريمي ورجالي مع بعض في نفس الصوره وانزل كله بوست واحد، ولا انا اصور الحريم لوحده والرجال يبقى الافضل لوحده؟ ده لا طبعا، سؤال لو فيه. كل حاجه لوحدها اكيد. كل عندك السيكولوجيه بيزد على اللي انا عارفه يعني، تمام. تمام. السيكولوجيه بتاعت الستات هي عمرها ما تقول لك انا هلبس حاجه، او بتاعت الرجال، بتاعت الرجال. الستات ممكن، بس انا كواحد راجل لو انا بشوف في بنات بتلبس من نوعيه نفس البرنتس دي، انا لا، انا ممكن ما ابقاش انترستد بيها اصلا، تمام. اقول لا، انا ايه اللي تمام. هيدخلني في الدايره دي، خصوصا في سايكولوجي مصريين يعني، تمام، او في الناس في مصر. فدي لا حاجه. حاجه تانيه، الجزء بتاع تمام. زي ما قلت لك من شويه، سيجمنتيشن وتارجت بوزيشن، دول تارجت ودول تارجت. انا كواحد مثلا من الناس او كالرجال عموما يعني، انت امتى شفت اوفر وواو الاوفر ده عجبك جدا ومش هينفع تفوته ولازم انت تشتريه حتى لو انت معاك اخر فلوس؟ لا، احنا كرجاله احنا قشط عادي، مش مشكله وقت ما يبقى ينزل اوفر تاني. انما لو بنت او ست، لا، الاوفر ده ممكن تموت قبل عشان تلحق تجيب الاوفر. ده حقيقي صح مظبوط صح صح، ولا ده الكلام حقيقي. غلط؟ لا 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 صح 100% طيب، طبعا، انا يبقى صح ده الاثنين حقيقي، مش هينفع. ده واحد دول صح. طيب ده واحد صح. انا اسف جدا على اللي طلع لحضرتك، لا وان لا، شاء الله ولا اليوم يهمك سيد علينا كلنا يا رب. حبيبي ان شاء تسلم، الله، ولا حبيبي يهمك. يوم سعيد ان شاء الله. أيوه. سارة، أنت عندك سؤال صح؟ ألو، ازيك يا سارة، عاملة إيه؟ الحمد لله، ازاي حضرتك؟ تمام الحمد لله. هو أنا كان عندي سؤال ليه علاقة بالإعلانات. أنا كنت بس عايزة أعرف، لما إحنا مثلا بنبقى عاملين إعلان وألاقي إن النتيجة بتاعته مش شغالة كويس، فأبدأ إن أنا أغير في الأودينس، يعني نفس الإعلان شغال بس أغير في الأودينس مثلا أو اللوكيشن، فالفيسبوك بيبدأ إن هو يعمل ريفيو. هل كده أنا بدخل منافسة من أول وجديد، ولا بفضل مكملة زي ما أنا ماشية؟ ألو، ترجمة
الو الو، سامعني كده؟ سامعني كده ولا لو حد سامعني يقول لي اه تمام. لا تمام، الصوت واضح كده، الصوت راجع تمام سوري يا جماعة، النت فصل. تمام. هو انا كنت بسأل حضرتك، لما انا بكون مثلا شغالة على اعلان وبعد كده بلاقي ان النتيجة مش كويسة، فببدأ تمام مثلا ان انا اعمل ابديت لللوكيشن او ابديت للاودينس، تمام فالفيسبوك بالتالي بيعمل ريفيو، فهل انا كده تمام بدخل منافسة من اول وجديد، ولا الاعلان بعد كده لما بيتقبل بيكون ماشي شغال عادي لا زي هو اكنه لسه بادئ؟ لا هو اي ريفيو بيحصل، اي ريفيو بيحصل بيبقى انا داخل المنافسه من الاول وجديد ايا كان هو ايه الريفيو. تمام حتى لو الإعلان كان شغال بقاله مثلا يوم وبعد كده، يعني أكن كل النتيجة اللي فاتت دي راحت كده؟ يعني ما كل النتيجه اللي فاتت دي ما راحتش، هي كل النتيجه او كل اللي فات ده هو ريزلت جالي خلاص. تمام بس لما انا بدخل ريفيو من الاول فبقى انا بدخل منافسه من الاول. تمام. تمام كنت بس عايزة حضرتك كمان، يعني معلش تقولي تاني الفرق بين التارجت والسيجمنتيشن. تمام اوكي استني واحده اظبط بس الدنيا عشان بعد ما خرجنا التسجيل واقف، فانا محتاج ان انا تمام. خلينا كده نتكلم على الجزء بتاع التارجت والسيجمنتيشن والبوزيشن. انا عندي دلوقتي في حاجات او الكل اندستري فيها سيجمنتيشن وفيها تارجت وفيها بوزيشن. تمام يعني ايه سيجمنتيشن ويعني ايه تارجت ويعني ايه بوزيشن؟ السيجمنتيشن هو لما انا بكون عندي برودكتس ياخد شرايح مختلفة او ياخد مجموعة ناس مختلفين، لكن كل واحد فيهم الانترست بتاعته مختلفة، كل واحد منهم الانترست بتاعته بتكون في حتة معينة. زي ما كنت بقوله كده من شوية او كنا بنتكلم من شوية، الجزء بتاع فودافون. فودافون دلوقتي كسيجمنتيشن هي مهتمية او البرودكت بتاعها بيخش للناس اللي هي اوريدي عندها موبايل فون او بتستخدم الفون. تمام طيب الناس اللي بتستخدم الفون دي كلها انترستد، لكن كل واحد بنفسه، كل واحد عنده جزء معين هو انترستد بيه، كل واحد عنده جزء هو بيدور عليه. يعني بتاع البيزنس، بتاع البيزنس ده الجزء بتاعه اللي هو مهتم بيه، اللي هو لو هو مسافر تمام، لو هو محتاج التجوال والكلام ده كله. طيب كتارجت، تمام كتارجت الجزء بتاعه هو انترستد بان هو ما يعطلش، مش مهم بالنسبه له ان هو يدفع قد ايه. طيب تعالي كده مثلا فودافون عندها برضو جوه السيجمنتيشن الناس الانترستد بي الانترنت او الكولز، الناس اللي هي بتشتري كارت ب 10 جنيه عادي. تمام دول تارجت مختلفين ما لهمش علاقة بال سواء هم حد مسافر او مش مسافر، هو اوريدي بيشتري كارت ب 10 جنيه ومحتاج عليه بنفيتس او محتاج عليه فيليكس والكلام ده كله، مش مهم بالنسبة له خدمات التجوال. ده كده تارجت مختلف، مع انه جوه السيجمنتيشن ناس مهتمية بالكولز وناس مهتمية بالانترنت. طيب سيجمنتيشن تانية، احنا كشباب اكتر حاجة بالنسبة لنا مهمة الانترنت. تمام احنا ممكن الكولز ما نستخدمهاش بس ما ينفعش نستغنى عن الانترنت. تمام فعملوا نظام مختلف لتارجت تاني خالص او تارجت تالت خالص، الناس الشباب بيزد على هم شافوا الشباب شغالين على ايه او بيحبوا ايه او الدنيا بالنسبة لهم ماشية ازاي، او كتارجت هو انترستد بايه والبيهيفير بتاعته ماشية ازاي. يبقى السيجمنتيشن كاملة الناس المهتمية بالكولز والانترنت. طب كتارجت في شباب ده تارجت لوحده، في وبيكلموا ان انتوا فودافون ان فانتوا ليكم مميزات في الانترنت، فودافون ده كده بوزيشن. طيب فودافون الكارت، لا هم بيتكلم الناس اللي بتشحن ب 10 جنيه وعادي وبتاخد فليكس وبياخدوا مهتمين بالبنفيتس بتاعت ان هم ياخدوا فليكس مختلفة وياخدوا تفاصيل
مختلفة عن بقية الناس، ان هم ياخدوا مثلا 2 جنيه على كل شحنة والكلام ده كله، فخلاص ده بوزيشن، ده تارجت بتاع الناس اللي بتشتري كارت ب 10 جنيه، وده البوزيشن بتاعها. طب كحد تاني بقى بتاع بيزنس، لا انا بالنسبه لي خدمات التجوال والانترنت، ان انا اتابع شركات، ان انا اشوف حالي ما تعطلش، ده تارجت، ده دي مجموعه ناس هي بتستخدم جوه السيجمنتيشن، لكنها البوزيشن بتاعها ان انت مهما سافرت او مهما رحت تتابع البيزنس بتاعك، انترنت ما بيقفش، خدمات تحويلات بنكيه ليهم ان هم يخلصوها لهم، التفاصيل دي كلها. فخلاص هم السيجمنتيشن بتاعتهم حددوها وحددوا جوه تارجت وعملوا له بوزيشن معين. ده كده الجزء بتاع التارجت كتارجت وبوزيشن والكلام ده كله، تمام؟ يعني كده الدنيا بالنسبه لك تمام او واضحه؟ اه واضح تمام، شكرا. تمام، عفوا. تمام، اوكي، خلينا نكمل بقى الجزء بتاع الكتالوج، ونرجع نكمل الجزء بتاع الأسئلة تاني، عشان لو حد تاني عنده أسئلة أو حد تاني جاء عنده أي سؤال تاني يبقى يخش يسأل. نعمل شير السكرين عشان I think كده انتوا المفروض الشاشة بالنسبة لكم باينة وباين التفاصيل بتاعة الشاشة. خلينا بقى نشوف الجزء بتاع الكتالوج. طبعا احنا شرحنا خلاص الجزء بتاع الريبورت. طيب دلوقتي احنا قلنا خلاص الجزء بتاع الكتالوج او اخر حاجه بنتكلم فيها، او الجزء بتاع الكتالوج النهارده. انت دلوقتي عايز تعمل كتالوج، طيب الكتالوج ده فيه ايه؟ بلاش تعمل الكتالوج من فيسبوك او انستجرام، انت خليك لما تعمل الكتالوج ابنيه من البيزنس مانجر. طب هتبنيه منين؟ انت هتيجي هنا كده، وطبعا زي ما احنا قلنا اي حاجه محتاج توصل لها هتوصل من خلال الداشبورد دي، هتيجي عند كوميرس مانجر، تمام؟ وهتظهر لك نفس البورد دي، وهتظهر لك نفس الجزء بتاع الكتالوج ده. طب انت عندك هنا ده الاوفر فيو، بيديك التفاصيل بتاعت الشوب والادز والانسايت والكتالوج بشكل عام. سيبك بقى منها وتعالى هننزل ايه تحت للكتالوج. كان في ناس بتسأل ان ازاي اعمل سيت مختلفة عشان احط فيها الايتيمز، يبقى كل مجموعة كتالوج أو كل كتالوج لوحده. هي مش كل كتالوج لوحده، هو كل مجموعة ايتمز، تمام، في سيتس مختلفة، تمام. طيب أنا لو عايز أعمل كرييت سيتس، تمام، طب أنا إزاي هعمل كرييت للسيتس وأنا مش عندي أصلا ايتمز؟ السيتس دي هحطها في إيه؟ فخلينا الأول متفقين إن أنت لازم تبني الايتمز أو تعمل الايتمز، وبعد الايتمز تبتدي تبني السيتس بتاعتك. طيب خلينا مثلا هنا عندنا برودكت واحد، تمام، خلينا هنا عندنا برودكت واحد. طب انا عايز بقى اضيف برودكت تاني، ببتدي او اي برودكت تاني بضيف الايتيمز، تمام، باجي هنا عند الايتيمز واشتغلها. لو انا عندي بيكسل بفيسبوك رابطه بالويب سايت، او ان انا بعمل ابلود واعمل سكادول لو انا ريليتد باي او ريليتد بجوجل ريسبونس شيت، او بدخل هنا على الاد مانيوال وابتدي اضيف، اعمل نيكست واضيف البرودكت بتاعي او الايتم اللي انا هضيفه. طبعا باجي هنا واتشوز الصوره نفسها، تمام، خلينا مثلا نحط لو هنفترض الصوره دي، وبكتب هنا التايتل بتاع البرودكت نفسه، والله ده برودكت مثلا نمبر 2 مثلا، تمام. واجي هنا بكتب الديسكريبشن التفاصيل،
تمام، وباجي هنا بحط الويب سايت، ده طبعا حاجه اوبشنال ممكن ما تضيفهاش، وبضيف السعر تمام، طبعا في البرايس زي ما انت عايز تمام. بعد كده بشوف هل الحاله بتاعه البرودكت ده، هل هو جديد ولا استخدم بس كويس، ولا هو اصلا متهالك، ولا هو ايه بالظبط، او حاله البرودكت نفسه. وبشوف الكاتيجوري بتاعه، بشوف والله لو انا حاطط البرودكت ده زي مثلا كنا بنتكلم على الفودز مثلا، فخلينا ايه فودز، ومثلا الفودز، وخلاص ده جوه الكاتيجوري بتاع الفود. بعد كده بدوس الجزء بتاع، انا ممكن عندنا جزء الادفانسد على فكره، هنا ممكن نعمل ادفانسد ونبتدي نضيف تفاصيل اكتر تمام. خلاص بعمل فينش، خلاص الايتم بالنسبه لي او البرودكت بالنسبه لي فينشت، خلاص اتحمل. بقى انا عندي برودكت 1 وبرودكت 2، طب انا عايز بقى اضيف دول تمام جوه تايتل لوحده او جوه سيتس لوحدها تمام. لو انا عامل اوريدي سيت اصلا تمام، ببتدي اعمل مارك تمام، وايه اضيفهم في سيت عشان يتحطوا جوه السيت دي تمام. او انا ممكن لو انا عايز اعمل سيت، باجي هنا في السيت دي تمام، واعمل كرييت سيت تمام، انا واقول له انا محتاج اعمل السيت دي، وطبعا انا عندي برودكتس فانا ممكن اضيفها تمام. طب لو انا مش عندي برودكت، لو انا مش عندي برودكت، ببتدي ان انا اضيف البرودكت تاني تمام، او بخلص البرودكتس بتاعتي. وبعد ما اضيف البرودكتس بتاعتي، ببتدي ان انا اختار والله انا عايز البرودكت الاولاني والبرودكت التاني، والبرودكتس دي ببتدي ان انا اشتغل عليها واحطها جوه السيت نفسها. والله انا هسمي السيت سيت 2 تمام، خلاص ده اسم الكتالوج الواحد. خلاص انت ممكن تعمل اكتر من كتالوج اللي هو عباره عن اكتر من سيت، وتضيف عليه البرودكتس تمام، وتروح عامل كرييت. خلاص انت بقى عندك سيت 1 فيها مجموعه منتجات، عندك سيت 2 فيها مجموعه منتجات تمام. ولنفترض ان انت شغال في ريال استيت، وعندك مثلا ولنفترض السيت الاولانيه فيها الشقق مثلا، والسيت الثانيه فيها الفيلل مثلا، ممكن تعمل سيت تانية سيت تالتة فيها مثلا المحلات التجارية والكلام ده كله تمام. فانت لما تيجي تعمل كاتالوج لازم أن تكون مظبط اصلا وعامل استراكشر للبرودكتس اللي انت شغال عليها، لازم بتكون عامل استراكشر للبرودكتس اللي انت شغال عليها، وتشوف البرودكتس دي تفاصيلها ايه تمام. ده كده ببساطة موضوع الكاتالوج، بسيط جدا ما فيهوش اي حاجة. وبتشغل موضوع الكتالوج، بعد ما بتخلص بتروح بتشوف لو انت عندك اي مشكله او عندك اي ايرورز في الشوب بتاعك او الكتالوج بتاعك، بتبتدي تضيفها وخلاص على كده. بس ده الجزء بتاع الكتالوج بشكل بسيط جدا، ما فيهوش اي مشكله ولا في اي حاجه. طبعا لو انت رابط الكتالوج ده ب لو انت رابط الكتالوج ده ببيج فيسبوك تمام، والكتالوج ده مربوط بانستجرام، فاوريدي انت خلاص بتظبط على كده، وبتضيفه في فيسبوك وانستجرام عادي جدا، ما بيبقاش في اي مشكله ولا اي حاجه خالص. وبس خلاص تمام. عندك هنا الجزء بتاع لو انت طبعا عايز تحول البرودكت للستوك ولا حاجه، عندك تصنفهم براندز. لو انت عايز تعمل براند، مثلا هنا في براند مثلا كافيه او حاجه وما الى ذلك، عايز تضيف مثلا لكاتيجري معين، تصنف بالاسعار، التفاصيل دي كلها تمام. انت بس خش واعمل كريت، وهتلاقي نفسك انت الدنيا بالنسبه لك واضحه ما فيهاش اي حاجه. الانسايت، طبعا الانسايت ده بيزد على اللي انت بعته، المشاهدات، الترافيك على المنتجات، كم حد شاف المنتج، كم حد شاف المنتج وما اشتراش، كم حد دخل شاف الكتالوج من اني في منين بالظبط، التفاصيل دي كلها. التفاصيل بتاعت الاودينس طبعا كلها بتبان، الاودينس دول بكل تفاصيلهم ايه بالظبط، وبتعرف كل التفاصيل بتاع الكتالوج والاناليسيس بتاعكو، كانك بالظبط عامل شوب على كانك عامل شوب على الويب سايت بتاعك،
ما فيهوش اي مشكله. هنا طبعا انت لو محتاج تعمل ديليت لي البرودكتس دي بتعملها ديليت عادي جدا، ما فيهاش اي مشكله. تمام، ده الجزء بتاع الكتالوج، او الجزء اللي انت محتاجه في جزء الكتالوج لو انت محتاج تضيف كتالوج او حاجه. تمام، ده كده التفاصيل بتاعه الكتالوج والكلام ده كله. وخدنا جزء خلاص بتاع في حاجه بقى مهمه جدا، او الجزء الثاني عايز اكلمكم فيه، الجزء بتاع الاناليتكس. تمام، الاناليتكس بتيجي منين؟ انت بتيجي هنا عادي. تمام، وبتفتح طبعا البورد هتلاقي جزء بتاع الاناليتكس. تمام، الجزء ده مهم جدا، بيديك اناليتكس ظريفه جدا وشكلها حاجه كويسه. بتدخل على الاناليتكس هنا بيديك كل الان ديتيلز، طبعا بتختار البيج اللي انت تعمل عنها الاناليسيس بتاعتك، بيديك بقى كل الديتيلز بتاعت البوستز وبتاع الرياكشنز، وطبعا دي غير لو انت هتعمل انسايت من البيج نفسها، غير لما انت تعمل انسايت من هنا. طبعا بتعمل فلترز على حسب يوزر بيهيفير، او بتعمل كرييت نيو فلتر و بتفلتر على حسب ما انت عايز. الاناليسز هنا او الاكتيفيتي هنا فيها حاجات كويسه جدا زي الفنال. تمام، انا محتاج انتوا تشوفوا الكلام ده وتدخلوا، وزي ما انا قلت لكم كده منين بتخش وبتجيب الديتيلز كلها. ممكن تعمل داشبورد خاصه بيك بتضيف فيها المعلومات على حسب ما انت محتاج، زي ما هنا مثلا الداشبورد دي فيها تسميها معلومات واحد انفورميشن 1 انفورميشن 2، او على حسب. ممكن طبعا ترجع تعملها اديت زي ما انت عايز، ممكن تخليها بابليك، ممكن تخليها برايفت انت بس اللي تشوفها. لو انت من ضمن ناس او مجموعه ناس بزنس اولر على البزنس اكاونت ده. تمام، ودي التفاصيل. محتاج تشوف البيبلز دايموغرافيك، بيجيب لك تفاصيل الدايموغرافيك على حسب الناس الانترستد بالاناليتكس بتاعتك او بالبيج بتاعتك، ويجيب لك كل التفاصيل بتاعتهم. اي ثينك ان انا او انا واحد من الناس بحب الاناليسيس من الجزء ده، او بحب الاناليسيس من البيزنس اناليسيس، بحس ان هو حاجه محترمه يعني عن البيج من جوه نفسها. ده كده جزء الاناليسيس. فيه طبعا زي ما قلنا وانت شغال لازم تركز كويس جدا جدا انت بتعمل اناليسيس ليه. لازم تحط اوبجكتيف لشغلك، انت شغال بتعمل اوبجكتيف او شغال على جزء بتاع جزء بتاع الـ اي حاجه از السوشيال ميديا، سواء بقى لو احنا بنتكلم على حاجه تانية غير فيسبوك نفسها او فيسبوك نفسه، لازم تحط اوبجكتيف. انا هشتغل على ريبورت اللي يبقى لازم ليه اوبجكتيف، بشتغل على اناليسيس ليه اوبجكتيف. هدخل الاقي انفورميشن كتير جدا جدا وهتشتتني، لا انا داخل اخد حاجه معينه واطلع، داخل اشوف الكاستمر بيهيفير واطلع، داخل اشوف الناس اللي بتعمل ترافيك على الشوب منين اطلع. يعني لازم تكون داخل اشوف الانجيجمنت ريت واطلع كده، يعني لازم يكون ليها اوبجكتيف. فانت وانت داخل على اي حاجه، سواء اي تاسك انت بتنفذه او اي حاجه، لازم تكون حاطط اوبجكتيف معينه تقدر تشتغل عليها وتقدر تطلع نتيجه، عشان ما تخشش وتخرج وتلاقي نفسك اصلا ما طلعتش بالحاجه اللي انت عايزها. تمام، ايه تاني؟ نشوف بقى كده لو في حد عنده اي سؤال، ممكن نشوف التفاصيل او نشوف محتاج ايه. لو حد عنده سؤال يعني ايه ريز هير هاند ويقول لي لو هو محتاج اي حاجه يسأل فيها. تمام، سرو كنت عايزة تسأل على حاجة. السلام عليكم. ازيك يا سرو، عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. كنت عايزة أسأل بس، هو الكتالوج ده أنا لما ممكن أعمل له أد عادي من لما أجي أختار الأوبجيكتيف بتاع الإعلان، سواء انجاجمنت أو ممكن اعمل اد للكتالوج عادي. طيب تمام. في نقطة تانية بقى، أنا عملت بيزنس أكاونت من فترة كده، لما جيت أضيف فيه أد أكاونت قال لي ريستريكتد، وكان لسه أد أكاونت جديد خالص. تمام، وجيت بعد كده ضفت أد أكاونت تاني اتقبل، وعملت منه إعلان، بس بعد كده راح وقف، ووقف البيزنس أكاونت كله. طيب أنا عارفة أنا ممكن أكون عملت إيه غلط، دي أول حاجة.
تاني حاجة إن أنا لما جيت أكريت البيزنس أكاونت ده وأحط البيمنت ميثود، قال لي إن أنا الفيزا بتاعتي لازم يبقى فيها 400 جنيه، وأول ما حطيت الفيزا سحب 400 جنيه. طب ما ممكن يكون كان مديونية أصلا. لا لا، ده كان لسه بيدج جديدة وبيزنس أكاونت جديد، خصوصا إن أنا بس كمان هو لما شفت يعني الفاتورة مش بتاعته، بيستفتح منك يعني. اه طب ما انا مش كمل. فاهمه ايه اللي حصل. لما شفت الفاتوره حتى بتاعت الاعلانات والحاجات دي، لا قال لي مكتوب قدام 400 جنيه دول اللي هم فاندد، واللي هي فلوس الاعلانات مكتوب ان هي بيد. طب ايه انت استغربت كده الموضوع محتاج، جدا. هو كده اكيد في ايشو معينه، فانت انت كده محتاجه تكونكت معاهم، محتاجه تكونكت معاهم وتفهمي الديتيلز ايه بالظبط وتعرفي التفاصيل ايه. هو كده كده الكلام ده كان امتى؟ من حوالي أسبوع. كان في من الاسبوع القصه دي اصلا، ان هو في ناس فلوس اتسحبت ومش عارفين راحت فين والقصص دي كلها. يعني ممكن يكون من نفس القصه يعني، او من نفس الموضوع. فانت حاولي تكونكت معاهم وتشوفي التفاصيل ايه او الدنيا فيها ايه. لكن اولا اتاكدي ان مفيش كان في مديونيه ولا اي حاجه. ثانيا اتاكدي ان كل الادز اصلا كانت مقفوله ما فيهاش اي حاجه. ارجعي اعملي ريبورت كده مفصل من اول ما الايرور ده حصل، من قبلها كده لحد بعدها. الدنيا فيها ايه، الاماونت سبنت اللي حصل، انهي اعلان كان قبل كده واخد بيد معينه ودلوقتي البيد بتاعته اختلفت او البادجت بتاعته اختلفت. يعني تحري في الموضوع كده ما من خلال لحقتش هو الاكونت ده. الاعلان اللي عملته، ما كملتش حتى فلوسه، راح موقف لي كل الدنيا. طب الاعلان، انا في حاجه، الاكونت ده جديد وانت عملت اعلان دايركت على طول؟ بعديها تقريبا بحوالي يومين يعني. هو بصي، من الحاجات اللي مش برجحها ان انا اعمل اعلان، او سوري، ان انا اعمل اكونت وبعد كده اشتغل عليه ادز على طول. تمام. انا بعمل الاكونت، بعد كده بستنى عليه شويه، اضيف فيه كتالوج، اشتغل منه اناليسيس شويه، يعني اكسبورت منه ريبورت، يعني اشغل كده البيزنس شويه يعني. تمام. دي شوية حاجه دول هم تانيه، قد لازم ايه مثلا؟ اسجل ايه؟ شوية دول ان هم قد ايه؟ إيه، لا اللي هو لحد ما انا نفسي كده احس ان الاكونت لا بقى بالنسبه لي قديم. كمان في حاجه، اعملي اثبات للهويه اصلا للبيزنس اكونت ده، وضيفي فيه الانفورميشن كامله، التفاصيل دي كلها. في حاجه كمان كنا بنعملها، كنا بعد ما البيزنس يخلص تمام، والدنيا تمام وبقى له فتره، بنكونكت مع فيسبوك على اي موضوع تمام، ايا كان ايه هو، وادي له الاي دي بتاع البيزنس اكاونت والتفاصيل، يخش يشوف الدنيا فيها ايه، بحيث ان هو خلاص يبقى انا الاكاونت بتاعي دخل في حساباتهم. فاهم ان الاكاونت ده ليه ميستيك قبل كده او ليه حاجه قبل كده، لان كل حاجه عندهم بتتسجل تمام. ف التجربه دي عملناها مره واحده قبل كده، والاكاونت ما اتقفلش تمام. فاي ثينك ممكن تكون حاجه تنفعك، او حاجه مش بالضروره ان هو يحصل معاك نفس الموقف، بس زي ما قلت لك هي استراتيجيز. فانت اعملي تيست على البوينت دي، ما تشتغليش ادز على طول من البزنس، واثبتي الهويه بتاعته. بلاش، ممكن تكون الفيزا برضو، اتاكدي ان الفيزا دي مش متضافه في اكتر من بزنس اكاونت تمام. لازم تكون في بزنس اكاونت واحد. انت كنت ضايفاها في بزنس اكاونت قبل كده؟ أو ده غلط، ما ينفعش تضيف الفيزا في اكتر من بزنس اكاونت. دي حاجه يعني more important ان انت تخلي بالك منها. ما ينفعش ان انت تعملي كده، ما ينفعش تحطي نفس الفيزا لاكتر من اكاونت. هو كده بيشوف ايرور، بيظهر عنده ان الفيزا دي اصلا كانت محطوطه في اكاونت قبل كده باسم بزنس تاني، فاوريدي الاكاونت ده او الفيزا دي فيها، ممكن تكون متاخده سروقه، مش صاحبها ما يعرفش ان هي في الاكاونت ده، فما يدخلش نفسه في مدعيات، بيروح قافل الاكاونت على طول اه فهمت. تمام. انا اوكي، بقول لك لما هتتحرى عن الموضوع كده هتلاقي اكيد في حاجه غلط. من عشان كده انا ما فهمتش اصلا ايه اللي حصل. هو استغربته كمان ان انا لما جيت حتى اعمل بروموشن من الانستجرام اكاونت، من بره البيزنس اكاونت خالص، قال لي برضو ان انت تحطي فيزا فيها 400 جنيه، اللي هو في ايه؟ لا هو كده المشكله اكيد جات لك من البيزنس اكاونت، فانت خلي بالك كده البيزنس اكاونت فيه مشكله، يعني الفيزا دي او الكريدت كارد دي ما تحطهاش في اي اكاونت تاني يعني. تمام، أوكي، شكرا جدا. عفوا جدا.
مين أماني، شايف سامح ومريان برضه وسارة كانوا محتاجين حاجة برضه، عاملين ريلز فمش عارف. ميني لو عندك سؤال أنا أوريدي فتحت لك المايك، يعني ممكن to go on يعني. أوكي أماني مش موجودة. السلام عليكم. أماني أنا جت. هو أنا هو تمام أوكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس معلش، هو أنا هسألك حاجة بره الموضوع دون. أنا كنت بس عايزة أعرف إيه الأسباب إن إحنا لما بنيجي ننزل بوستس عندنا على البيج بتاعتنا ممكن نلاقي بوست الريتش بتاعه عالي جدا وانتشر بطريقة حلوة جدا والإنجيجمنت بتاعته حلوة جدا، يوم اتنين ننزل بوست تاني ما نلاقيش فيه أي تفاعل خالص، يومين وننزل نلاقي فيه تفاعل، نسب التفاعل على البوستس عندنا بتختلف بطريقة كبيرة، يعني من مثلا يوصل ل 2000 لبوست تاني يوصل ل 400، من 3000 ل 1000 بنلاقي نسب متفاوتة جدا على البوستات، رغم ان هي نفس الافكار، نفس اللي بيكتبوا الكونتنت هم نفس الجروب، طيب بص انا فاهم قصدك ايه. البوست بيبقى هو يعني نفس المجموعة هي اللي بتعمله، ولكن بنلاقي اختلافات قوية جدا وتفاوتات بعيدة، يعني مش ان احنا مثلا بوست وصل للريتش بتاعه ال 4000 وبوست ال 3 فهنقول الدنيا مقبولة، لا ده انا مثلا ممكن الاقي ريتش ال 4000 وبعد كده ريتش تاني 500، فكنت عايزة اعرف ايه اللي ممكن اسباب تكون بتساعدني ان انا اعلي الريتش بتاعي، وايه الاسباب اللي تخليني ان انا الاقي البوست عندي وقع، هل تختلف في الكونتنت مثلا ولا تختلف في الوقت اللي انا بنزل فيه اصلا البوست، ايه الحاجات اللي ممكن تساعدني ان انا اعلي دايما الريت بتاعي يبقى كله في مستوى واحد، ومعلش ان انا خرجتك بره الموضوع، انا اسفه معلش. لا لا خالص، احنا جاي كده كلامنا كله على فيسبوك، انا يعني الشهر ده تهرينا فيسبوك بس اوكي يعني عادي. معلش لا 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 ميرسي عادي. قوي. طيب بص يا اماني، اولا يعني نصيحتي ليكي، اول حاجه كده قبل ما تسيب اللايف ده، اقري الفيسبوك الالجوريزم بتاعت فيسبوك، لو مش عارفه توصلي لها ابعتي لي وانا ابعت لك فايل انا كنت عامله وبعته للناس فيه الالجوريزم بالعربي بالتفاصيل. تمام دي طيب أول نقطة. اوكي اتفقنا تمام ماشي. تاني نقطة، نفس الأشخاص اللي بتكتب بس مش نفس الأفكار، دي أول نقطة. فلازم تراجعي الكونتنت، طبيعة الكونتنت اللي بتنزل وبتجيب ريتش عالي وطبيعة الكونتنت اللي ما بتجيبش ريتش عالي. طب إزاي الكونتنت كهيدلاين وكبادي وككول تو أكشن والميديا اللي نازلة مع الكونتنت نفسه. تمام دي أول نقطة. تاني نقطة أو دي تاني نقطة. تالت نقطة، لازم تشوف الوقت اللي انتوا بتنزلوا فيه ايه احسن الاوقات اللي الكلاينت بيكون موجود فيها. تمام دي النقطه اللي بعدها. النقطه بقى الاخيره والمهمه جدا، الالجوريزم بتاعت فيسبوك فيها حاجه اللي هي ايه، انا دلوقتي الكلاينت او البوست اللي نزلته وصل فور اكزامبل مثلا ل 100 شخص، ال 100 شخص دول فيهم 5 اشخاص تفاعلوا. طب التفاعل دول بكومنت او مسج او شير والكلام ده كله زي ما احنا عارفين التفاعل، تمام فبيبتدي بيوصل الريتش اكتر. طب مجموعه كمان اتفعل توصل الريتش اكتر، مجموعه كمان اتفعل يوصل وما الى ذلك. فبنلاقي اصلا البوست بعدها بفتره خد حجم ريتش كبير، تمام، وخد حجم انجيجمنت اكتر، تمام، او دي انجيجمنت حقيقة كبير. دي طيب حقيقة خلاص فعلا. احنا بقى بنحسبها ازاي؟ بنقول والله ده البوست وصل ل 100000 وتفاعل عليه 50000، بس هو الحقيقه مش ده اللي حصل، هو الحقيقه وصل لعدد معين وجزء منه اتفاعل معاه، بعد كده وصل لعدد تاني وجزء منه اتفاعل معاه. ممكن بعد فتره الاقي البوست خلاص ولا عليه تفاعل ولا ريتش لان خلاص اوريدي التفاعل عنه خلص. طيب حاجه ممكن بعدها بقى فتره طويله شهر ولا حاجه الاقي ناس دخلت عمل كومنتس على البوست، بعد كده دخل ناس تانيه عملت كومنت والبوست اتنشط تاني. ليه؟ لان لما الناس عملت كومنت وعملت انجيجمنت وصل لعدد مختلف فالبوست وصل. طيب ونفترض بقى على التوازي الناحيه التانيه، البوست اللي ما حصلش عليه انتراكشن اصلا لما نزل ما وصلش لناس جديده، فاوريدي فضل البوست على حاله، ولا ناس تمام اللي وصلت له عملوا انجيجمنت ولا هو وصل لناس تانية لان هو اصلا ما حصلش عليه انجيجمنت، يخلي الالجوريزم توصله لناس مختلفه. تمام فهو ده اللي بيحصل. فانا لازم اشوف طبيعه الكونتنت اللي بيعمل انجيجمنت
تمام، وابتدي اشتغل عليه وطبيعه الاوقات وطبيعه الميديا اللي بشتغل عليه، بص، والبوست هو ابحث عليه تقريبا الفيسبوك. تقريبا احنا بنبقى مثبتينها الميديا واحدة، الوقت دايما مثلا واخدينه من 10 الصبح ماكسيمم 12، 12 ونص الصبح ده اللي بيبقى اللي هو وقت الذروة بالنسبة لنا. اوكي فاحنا النقطتين دول احنا مثبتينهم. حلو، يبقى طبيعة الكونتنت نفسه، في حاجة الكونتنت نفسه بالظبط بيتكلم بأني طريقة، الفويس تون، الكونتنت نفسه طول او حجم الكونتنت نفسه كام تكست او كام ايوه، انفوجرافيك دي بتاع بتفرق يا محمود، الحجم بتاع بتفرق، الكونتنت بتفرق. بتفرق مع الكلاينت نفسه يعني، على حسب. ممكن في اندستري مثلا او مجال معين، لو انا بستهدف مثلا رجاله مثلا، والرجاله دول مثلا زي ما قلنا مثلا ايه، بنتس مثلا بتوع بناطيل، انا مثلا كرجاله طبيعتهم مش هيقروا بوست طويل عريض عشان يشتروا بنطلون، تمام. سيدات لا، لو انا كتبت اوفر وكتبت مثلا بوست طويل هم هيقروه، تمام. فعلى حسب الكلاينت نفسه اللي او التارجت اودينس اللي انا بوجه لهم الكونتنت، دي حاجه. الحاجه الثانيه الكومباتيتيف بتوعي، الكونتنت اللي عندهم ايه بالظبط، تمام. هل هم شغالين؟ بس طبعا الكونتنت اللي عندهم عليه انتر اكشن، مش هجيب منافس ما عندوش انجيجمنت وراح اعمل زيه، دي حاجه. حاجه كمان لازم افكر الكونتنت اللي انا بكتبه اصلا منين؟ هل الكونتنت في جزئيه بتسقط من ناس كتير جدا، الكاستمر فيدباك، الناس اللي كلمتني الشهر اللي فات سالت على ايه؟ كان عندها مشاكل ايه؟ واصيغ ده في ريبورت واعمل عليه كونتنت الشهر اللي بعديه. ده اوريدي هيبقى الناس اوريدي انترستد، فهيحصل انتر اكشن على العدد الريتش القليل، فهيحصل انتر اكشن تاني فالريتش هيعلى اكتر وما الى ذلك، تمام. فانا التنظيم ده اصلا وفهم الالجوريزم هو اللي هيخليني اقدر العب بشكل كويس جدا في طبيعه الكونتنت، دي حاجه. حاجه تانيه الكونتنت اللي بيحصل عليه كومنتس كتير من نفس طبيعه الكومنتس بيقل في الوصول. يعني مثلا لو انا حطيت مثلا بوست وجه عليه مثلا 100 كومنت، ال 100 كومنت دول كلهم بيقولوا بكام السعر، هو بيقلل الوصول، تمام. تمام. فمش لازم بقى ان انا يبقى عندي كل الناس تقول بكام 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 وبعد كده، تمام. ففي الوجريزم كده وتفاصيل معينه لو فهمناها هنلاقي الدنيا بالنسبه لنا باينه واضحه، اصلا مش محتاجين نقعد نحير نفسنا الدنيا فيها ايه. طيب هسألك آخر سؤال وخلاص الجزئية دي، هل بتفرق ما بين إن هو إعلان أورجانيك أو إعلان إن هو مدفوع؟ يعني ايه اعلان اورجانيك؟ يعني أنا بعمل إعلان من غير ما بدفع حاجة، مش بيبقى ممول خالص، ايوه، مجرد بس طريقه الاعلان ايه؟ أوفر، أوفر لل يعني أوفر أو بوست نازل عندي على الصفحة. بوست اورجانيك تقصدي؟ سوري، بوست أورجانيك. فده بيفرق إن هو أورجانيك أو ممول، إن الريتش بتاعه أو الإنجيجمنت دي طبعا بتفرق؟ اكيد، طبعا دي اكيد. بتفرق. لما انا هدفع فلوس عشان البوست يوصل ويحصل عليه تفاعل غير لما يبقى اورجانيك، اكيد. هي الفكرة ان احنا دايما المنافسين بتوعنا دايما بيبقوا دافعين ممول، خلاص احنا انا شركة بترول فدي بتفرق معانا. احنا لسه لغاية دلوقتي بنعمل، بس يعني بنطلع حبة حبة اورجانيك، لكن طبعا الشركات التانية الاقوى مننا كله بيبقى ممول، فدي بتبقى المنافسة بالنسبة لنا. طبعا. فهو هو بينافس بشكل كبير، زي بالظبط كانه رايح مشوار بالعربيه وانت ماشيه رايحه وراه مشي، فانت فطبيعي لازم يكون هو يوصل اسرع يعني. طيب تمام، ميرسي جدا ليك، We are welcome. شكرا. حد تاني عنده سؤال؟ لو حد عنده سؤال اوكي، ما حدش عنده نبتدي نخش. في حد تاني؟ في حد عمل يسأل هاند؟ مش عارف. انا مش عارف سارة وسامح ومرهان عاملين من بدري من اول السيشن تقريبا، من اول الميت اب اصلا عاملين، فانا مش عارف هم محتاجين حاجة ولا تمام. الجزء بقى اخر حاجة عشان نكلوز النهاردة، الجزء بتاع انستجرام، الجزء بتاع انستجرام كأدز هو ما فيهوش اي مشكلة خالص، تمام. غير ان انا استهدف، هو نفس طبيعة الاد، هو نفس كل التفاصيل بتاعة الادز، ما عدا ان انا بتشوز البليس، البليس اللي انا بعمل له تشوز والاوبجكتيف، دول الحاجتين المختلفين او الحاجتين اللي هم بيفرقوا في طبيعه انستجرام عن فيسبوك وطبيعه الاودينس. يعني ما ينفعش ان انا اشتغل على انستجرام وفيسبوك
والميديا بتاعتي مش هي هي. دي حاجة. حاجة تانية، ما ينفعش اشتغل على على الجزء بتاع الجزء بتاع الجزء بتاع الإعلان اوبجكتيف اصلا ملهاش علاقة بانستجرام. يعني مثلا ما ينفعش اقول ان انا هشتغل بيج لايك وعايز انستجرام معاها، مش هينفع. يعني انت هتشتغل انستجرام ازاي وانت اصلا انت الاوبجكتيف بتاعتك مختلفة؟ مفيش حاجة اسمها في انستجرام بيج لايك، تمام؟ في حاجة كمان، ما ينفعش اعمل بوست اصلا على انستجرام وبوست تاني على فيسبوك والمفروض ان انا اعمل اعلان يوصل للاثنين. طب ازاي يعني، ازاي انا هعمل كده في حين ان اصلا ده اعلان مختلف؟ انا لازم اتاكد كويس جدا جدا ان البوست اللي نازل هو بوبليشنج مره واحده، هي نفس البوبليش على فيسبوك وانستجرام مع بعض. ما ينفعش ان انا اعمل بوست هنا وارجع اعمل بوست هنا واعمل يوز للبوست، تمام؟ دي حاجه. حاجه تانيه، ما ينفعش ان انا اعمل البوست انزله من خلال الاد مانجر، اعمل له بوبليش. يعني هنا بصوا احنا الجزء بتاع انستجرام، تمام؟ انا ممكن بقى ايه، خلاص انا هشتغل بوست او ادز الانستجرام، خلاص انا اخترت انستجرام، فكده كل التارجت اودينس اللي هحطهم بالميديا بالتفاصيل دي كلها هي بيزد على انستجرام، تمام؟ فما ينفعش ان انا اروح، لازم انستجرام يكون البوست نازل، البوست يكون اصلا بوبليشد. ليه بقى؟ لو انا نزلت البوست اصلا من خلال الاد نفسها، جيت هنا مثلا وعملت كرييت بوست، تمام؟ انا لما هعمل كرييت بوست هو اصلا البوست هينزل جوه الاعلان نفسه. يعني انا كده هعمل البوست جوه الاعلان نفسه، البوست اصلا مش هيكون متواجد على انستجرام كبوست متسيف على الوول بتاعت انستجرام. فعشان ارجع بعد كده قدام لانستجرام عشان اجيب البوست وارد على الكلاينت، هيبقى فيها مشكله، مش هتعرف توصل للبوست. البوست مش هيكون اصلا، مجرد ما الاعلان خلص خلاص الموضوع بالنسبه لك خلص، التفاصيل دي كلها. فانا لازما لو انا بعمل بوست انستجرام، بعمل سيلكت بوست وباجي على انستجرام، تمام؟ وبختار ايه البوست اللي انا المفروض هنزله، او بختار البوست اللي انا هشتغل عليه واعمل له تشوز وكونتينيو وخلاص. فانت اولا لازم تكون متاكد ان البوست اصلا موجود. لو انت هتشتغل على فيسبوك وانستجرام، لازم يكون البوست وان بابليش ريليتد ببعض. لازم تتاكد كمان ان طبيعه الميديا تتماشى مع طبيعه انستجرام والتفاصيل دي كلها. طيب هل البوست من انستجرام افضل كادز لما بشتغل من انستجرام، ولا من الاد مانجر استراتيجي؟ يعني انا في بوستس بنشتغلها من انستجرام بتبقى، او ادز بنشتغلها من انستجرام بتبقى كويسه جدا، تمام؟ وفي بوستس او في ادز بنشتغلها من الاكونت بتبقى كويسه جدا. طب الافضل بالنسبه لي انا كشغل ايه بقى؟ كشغل هي اد مانجر طبعا، المربوط ببزنس اكاونت. لما انا اشتغل على انستجرام باد مربوط ببزنس اكاونت، لا، يبقى انا بالنسبه لي البزنس اكاونت او الاد مانجر يكون تمام. انستجرام الافضل فيه حاليا من الاد نفسها الانفلونسر. الانفلونسر في انستجرام، في بعض الاندستري كمان، او سبيشالست الاندستري زي الكوزماتكس والفاشن والكلام ده والفودز، هم افضل بكتير جدا من الادز نفسها، تمام؟ اللي انا هدفعه في ادز، انا اروح ادفع انستجرام انفلونسر، هيبقى الدنيا بالنسبه لي افضل بكتير. فوانس ان انت جيت هنا وعملت تشوز للانستجرام، خلاص انت اوريدي تمام. ما ينفعش تشتغل انستجرام واسيب دي اوتوماتيك بليسمنت، تمام؟ وتشوز بوست من انستجرام واسيب الدنيا بالنسبه لي عايمه كده، انا مش عارف البوست نازل في فيسبوك ولا نازل فين، ومش عارف انا التفاصيل، وابقى مشغل الاعلان، واجي بعد كده الاقي الاعلان عمال يسحب فلوس فلوس، والبوست اصلا مش جايب الانتراكشن ده كله، واقعد اقول هو البوست راح فين او الفلوس بتاعتي راح فين، تمام؟ فانا لازم اخلي بالي من الاجزاء دي. ك ادز انستجرام، ادز انستجرام ما فيهاش اي حاجه خالص اطلاقا، هي نفس ادز فيسبوك، لكن بتاكد من جزئيه الميديا، دي اول نقطه. تاني نقطه، بتاكد من الجزء بتاع الجزء بتاع البليسمنت نفسه، ان انا اوريدي مختار البليسمنت والاوبجيكتيف. يبقى انت لما تشتغل على انستجرام، فكر في الاوبجيكتيف، فكر في البليسمنت نفسه، فكر في الميديا نفسها اصلا هي موجوده على انستجرام متوافقه مع انستجرام ولا لا. فكر طبعا في ان البيج تكون
ريليتد بانستجرام نفسها، ما ينفعش ان انا اشتغل والدنيا بالنسبه لي مش واضحه، هل الاكونت انا مختاره والاكونت اصلا ده عندي ولا لا، والتفاصيل التكنيكال دي لازم نخلي بالنا منها. ده الجزء بتاع انستجرام والادز بتاعت انستجرام. تمام، اتمنى كده يكون خلاص احنا تقريبا خلصنا كل الاجزاء اللي المفروض هنتكلم فيها النهارده، والمفروض ان احنا نوضحها بيزد على الكويتشنز اللي انتوا قلتيها جوه الصبح. نشوف احمد ريز يور هاند. معلش مستر محمود، كان عندي بس سؤال بسيط كده برضو في حته كل حاجه بس بنشوفها، بس مش عارفين بتتعامل ازاي، او عايزين نفهمها اكتر. موضوع البيد بارتنرشيب، الاعلانات البيد بارتنرشيب اللي احنا بنشوفها مثلا على بيج كبيره، مثلا ممكن كريستيانو رونالدو مثلا او كده بيبقى عامل نوعيه الاعلانات ديت عنده، فانا ما بقاش فاهمها. بص، شايف الجزء بتاع البراند مانجر ده؟ تمام. تمام، المفروض من خلاله بكونكت مع البيج الثانيه، تمام، وبدي له صلاحيه ان انا اشتغل ادز ليه او ادز لصالحه، تمام، وبعمل كونكت معاه وبشتغل معاه، وعادي جدا ان انا اشتغل له زي بالظبط كده لو انا فرع لنايك ومحتاج ان انا اشتغل له، فبشتغل له عادي جدا، باخد صلاحيه ان انا اشتغل له وبعمل كونتراكت ما بيني وما بينه، وبنبتدي نشتغل عادي جدا، ما فيهاش اي حاجه يعني ما فيهاش اي ديتيلز ممكن ان انت تقلق منها، او اي ديتيلز ان هي تكون حاجه كبيره. حاجه كمان، انت ممكن اصلا تعمل كامبين بارتنرز. هنا شايف البارتنرز دي؟ تمام تمام، زي ما انت شايفها هنا، ده الاسم بتاعها كده بارتنرز، تمام، وبتبتدي ان انت تمام تديسكفر او تبروس، وتبتدي ان انت تمشي بتعمل سند ميل، تمام، وبعد كده البارتنر بيعمل اكسبت للريكويست، تمام، وبعد كده بيبقوا انتوا الاثنين خلاص اكسبت على تيرمز واحده، وبتعملوا بابلش عادي جدا، ما فيهاش اي مشكله، ما فيهاش اي حاجه خالص، وبتبتدي تشتغل على البراند اللي انت هتشتغل عليه زي ما قلت لك، وبتظبط الدنيا ما بينكم، بيكون ريليتد بارتنر، تمام، بتيجي هنا كده، تمام، وبتسيرش على البارتنر، ولنفترض مثلا البارتنر زي ما انت بتقول مثلا كريستيانو، انا مش فاكر اسمه كده ازاي، ايه سي ار ورقم تاور 7 متحاص، ماشي، ما جاتش سي ار 7. بص، خلينا نختار اي حاجه خلاص، تمام، وبعمل له ستارت ريكويست، اوكي، وهو بيقبل الريكويست وخلاص على كده. بعد كده ممكن اقدر وانا بعمل اعلان اعمل اعلان ما بيني وما بينه عادي جدا. تمام ماشي. طب عرفت كده؟ لو عاملين فيديو او كده، النتائج بتتحسب من عندي برضو، من البيج اللي انا عامل من عندها ومن البيج اللي عنده، صح؟ ايه؟ لا معلش، تاني عشان الشبكة عندي قطعت، معلش. طب تمام، لو انا مثلا عامل فيديو 3000 فيوز مثلا من خلال الاعلان عندي او من خلال البيج بتاعي، تمام، وهو برضو من عنده 2000 فيو، بيتحسب بقى التوتال تمام، ثلاثة فين واثنين بيجي لي بيجي لي في الاناليسز التوتال ومنين بالظبط، تمام، بيجي لي البيج دي من هنا، والبيج وال الريزلت دي من هنا، والريزلت دي من هنا، فسرها لي. خلاص تمام كده زي الفل. زي الفل قوي. شكرا مستر. ماشي، عفوا. اسراء، معلش انا كنت عايزه اسال، هو انا بس امتى بستخدم جزء البارتنر ده؟ البارتنر ده لو انا احنا الاثنين مثلا داخلين شراكه مع بعض، والمفروض هنعمل اعلانات لبعض، زي مثلا مثلا او مثلا حد سبونسر لي، زي مثلا تعالى كده مثلا محمد صلاح مثلا، ومعاه مثلا شركه الشحن، كان اسمها ايه؟ شركه الشحن اللي كان عاملها اعلان، كان اسمها ايه؟ مشهورة جدا، فاكرة؟
فاكرها ولا النت عندي قطع ولا ايه؟ يعني هي فودافون على فكرة بتعمل له كتير الموضوع ده. ولنفترض ان محمد صلاح مع فودافون، فهو المفروض هينزلوا مثلا اعلان سوا، تمام؟ فخلاص هما الاثنين مع بعض بيعملوا بارتنرشيب ويبتدوا يشتغلوا مع بعض عادي. انا انزل بوست باسمه على صفحته وما بيني وما بينه والادز ويز كذا كذا وخلاص عادي بنعمل. بس هو الفكره بتاعت الاد ان انا بس بعمل الستيب الاولانيه دي، ان انا بعمل ريتيل بارتنر وخلاص. تمام يا اسراء؟ اسراء لما حدش بيرد عليا بقلق من النت بتاعي هنا. النت كويس هي تقريبا بيسرق عندها مشكلة. تمام بص انا هسيب لك المايك مفتوح بما ان الدنيا عندك هايدة، عشان ايه لما اول ما اقول ان النت مش شغال تقول لي لا شغال. ماشي؟ تمام، شكرا على المقابلة الجامدة دي. ربنا يخليك. هنشوف في سمارت، سمارت ايوه مش عارف مين سمارت. ايوه السلام عليكم، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله، كيف الحال؟ طبعا انا من اليمن. ازيك عامل ايه؟ الله يسلمكم، الحمد لله كويسين. الحمد بس لله. عندي استفسار بالنسبه في المكان تبع المواضع البليسمنت. تمام لما اجي احدد مثلا انه يعني عاوز الاعلان يكون على الفيس او على الانستغرام، طيب على الاودينس نيتورك يعني ايش طبيعتها؟ يعني طبعا بالنسبه للاودينس نيتورك عادي البسيط. كمل. يعني هي هل بتحتاج تقريبا مقاسات معينه مختلفه لحجم البوست، البيكتشر، التكست كم، لا بص قد ايه احرف، او فين بتعرض هي؟ في الابس موبايل، الويب سايت، ولا فين بالضبط؟ بص هو انت حدد الاول نوعيه الاعلان، تمام؟ وبعدها ابتدي شوف البلاتفورم او البليسمنت واشتغل على هذا الاساس. يعني انت لما تبقى شغال انت حدد الاول انت هتنزله في انستجرام، خلاص اوكي انا هنزل على انستجرام، يبقى انا بالنسبه لي السايز بتاع انستجرام ايه؟ وبيزد على ده بشتغل، تمام؟ عادي جدا، مش الموضوع مش صعب. لما كبليسمنت انا ممكن بسيبها له، لو انا هشتغل عادي فيسبوك عفوا استاذ انستغرام محمود، مثلا. عفوا استاذ محمود ولو قطعتك. لا معروفه تبع الانستغرام والفيسبوك السايز تبعهم، بس بالنسبه للاوبشن الثالث اللي هو الاودينس نتورك. الاودينس نتورك انت ايوه قصدك على ايوه الاودينس نتورك ايوه ده دي؟ ده بص ايوه هو هنا هو هنا بيقول لك الاودينس نتورك في انهي جزء بالظبط، عشان يسجست الاعلان بتاعك على حسب النتورك بتاعت الاودينس نفسه، فاهم؟ ايوه عشان ايوه كده ايوه عشان كده بنسيبها اصلا اوتوماتيك بتكون افضل. يعني اوتوماتيك هو برضه بيسجست في نفس النقطه، بيقول لك هو الاودينس عندك دي بيتفرج على فيديوز كتير، تمام؟ يعني فبيسبورت جوه الفيس، يعني جوه الفيس مش بره الفيس. انا ظنيتها بره الفيس. لا لا تمام. شكرا شكرا استاذ محمود. عفوا. مين تاني؟ محمد. معلش انا كنت فاكر السؤال وبعدين راح مني، بس هو معلش في حاجه كنت عايز بس استفهم عليها. تمام كنت بتتكلم على الجزء اللي هو بتاع البوست اللي في الفيس، هو البوست اللي ينزل في الانستجرام، انت قصدك ان يتعمل زي كروس بوستنج ولا نفس الورك ارت اللي بينزل هنا هو اللي ينزل هنا؟ لا نفسه هو ان بوبليش. لما بتخش على كرييتور ستوديو وتعمل بوبليش بتختار انستجرام وفيسبوك لو انت هتشتغل الاد واحده، فاهمني؟ طب مش لازم الديزاين يكون مختلف؟ لو انت بقى هتشتغل ديزاين مختلف، تمام؟ وده طبعا بيزل على نوعيه الكونتنت اللي انت شغاله، اشتغل ده بوست وده بوست وده اعلان وده اعلان. بس ما ينفعش تمام. تنزل تو بوستز،
هنا بوست وهنا بوست، وتيجي هنا تتشوز البوست، فتلاقي ان انت هتعمل تشوز لحاجه واحده بس، مش هينفع تشتغل على الاثنين، تمام؟ لا ده لان ده انت كأني اوريدي انا بقى بران كامبين ودي كأني انا بران كامبين تاني. بالظبط. انت لازم بقى، في ناس بقى بتعمل ايه؟ بتروح عامله ران كامبين وان كامبين ومستنيه ان هي تشتغل هنا وهنا، فاهم؟ لا تمام. فده بيعمل خلل بعد كده، بقى الناس تسأل على البودجت وتسأل البوست نزل غلط ومش عارف ايه والكلام ده. ما انا تخيل ان هو بسأل عامل يعني ران كامبين، اه ران كامبين باد واحده لتو ميديا، لتو اد، فاهم؟ اه الاثنين بلاتفورم اه بالظبط. تمام. ما انا بتكلم على يعني البيست براكتس ان انا المفروض اكون بشغل الاد بتاعي في الانستجرام منفصل عن الفيسبوك، لان دول يعني ليهم بيهيفير ودول ليهم بيهيفير تاني بالظبط خالص. بالظبط، انت صح. بس هقول لك بقى في حالات ممكن بتنزل فيها الاثنين مع بعض. فور اكزامبل، مثلا لو انت شغال فاشون وعامل فيديو عن مثلا الاوبننج بتاع الستور، تمام؟ فالفيديو للاوبننج ينفع ينزل هنا وينفع ينزل هنا، فبتنزلهم في اد واحده. في حالات تانية انت لا، انا منزل مثلا فيديو ريلز مثلا، تمام، بس انا مش عايز انزله على فيسبوك، مش هينفع فيسبوك، فانا بنزله انستجرام بالادز بتاعته بالدنيا بتاعته، وفيسبوك بينزل بوست عادي باي بيكتشرز او اي حاجه. مثلا فور اكزامبل انا بعمل تيست اني افضل التشانل بالنسبه لي، فبنزل هنا بوست وهنا بوست واشتغل هنا اد وهنا اد وبشوف، انت فاهم؟ فهو على حسب الاستراتيجي والاوبجيكتيف بتاعتك. تمام. شكرا جدا. كويس جدا، تمام. I think إن كده تقريبا ما حدش عنده حاجة تاني، إلا لو في حد عنده أي سؤال تاني. أوكي، إحنا كده بقالنا ساعتين ونص. حد عنده أي سؤال تاني؟ تمام. تمام. أتمنى يكون ده آخر حاجة في فيسبوك الشهر ده. أتمنى تكون الدنيا بالنسبة لكم وضحت. ده آخر حاجة تقريبا. مروة عندها سؤال قبل ما نقفل. يا مروة، مروة مش عارف المايك فتح عندها ولا قفلت ولا ايه. مروة، تمام. هو عندي سؤال بس بعيد عن الفيسبوك. تمام. كنت عايزة أسألك على لينكد إن في مجال العقارات، إيه رأيك فيه؟ على حسب البروجكت نفسه، في بروجكت ما ينفعش لينكد إن وفي بروجكت ينفع. فور اكزامبل، لو انا بتكلم عن بروجكت مثلا هو ريليتد مثلا بالمناطق التجاريه او وحدات تجاريه، فانا لينكد ان بالنسبه لي يكون كويس واستهدف بيه كويس. طيب لو انا مثلا وحدات سكنيه في مناطق معينه، لا ما ينفعش لينكد ان. على حسب الكاستمر بيهيفير والكونسيومر بتاعي، هو الاند كونسيومر بتاعي فين، تمام؟ وبيزد على ده بشتغل. وبشتغل اهم حاجه في الريل استيت ان انا اشتغل اس تي بي، زي ما قلنا كده في اول الفيديو او في نص الفيديو كده. بعمل سيجمنتيشن وتارجت في البوزيشن. بس هو كويس يعني، لينكد ان كويس، بس مشكلته الكوست بير ريزلت بتاعته عاليه، مش قليله، فمش كل الناس بتبقى حابه ان هي تشتغل. الافضل يعني انا بحب لينكد ان سكند، بس يعني ذا فيرست جوجل ايد لو انا كريال استيت. تمام، تمام، ماشي، ميرسي. يلا ويلكم. اوكي، اي ثينك كده خلصنا. زي ما قلت لكم، دي اخر حاجه في فيسبوك الشهر ده. الشهر الجاي لسه هنعمل فوت، هنشوف في الشهر الجاي هنتكلم في ايه على مدار الشهر كله. الشهر اللي فات كان اي سي او، قبلها كونتنت، قبلها بلاننج، الكلام ده كله. اتمنى تكونوا انتوا استفدتوا وفهمتوا الدنيا ماشيه ازاي، او الدنيا وضحت بالنسبه لكم. طبعا لو حد عنده سؤال في اي وقت طبعا يكونكت وذ مي عادي في اي وقت. اتمنى اشوفكم على خير الجمعه الجايه، وبتبسط جدا بصراحه كل جمعه لما بنتقابل. اشوفكم على خير الجمعه الجايه. لو حد عنده اي سؤال نسي يساله يبعته، قلت له على حاجه في نص السيشن ابقى ابعتها له ويفكرني، الكلام ده كله. تصبحوا على خير، واشوفكم الجمعه الجايه. باي. شكرا لحضرتك، عفوا.